ادخل. ايه يا برنس، ايه الاخبار؟ ايه انت؟ إيه؟ عمال اقول جزر 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 وما سالتش فيا يعني. انا قلت اسيبك براحتك بقى. طب بص يا سيدي، اللي انت شفته في المكتب ده مش زي ما انت فاهم خالص. اه طبعا يا معلم، اللي انت بتقوله ده انا كنت بهزر يعني معاك. انت هتستقبل بقى يا عم؟ دي مسائل شخصيه وانا ماليش دعوه بيها. يا عم مسائل شخصيه ايه؟ انت هتلبسني تهمه؟ ما تزعلنيش منك. والله العظيم يا سامي ومالك عليها حلفان، عملت كل حاجه في الدنيا عشان اخلص من الليله دي، مش عارف اعمل ايه. البت لازقه. اه هي لازقه، بس قول لي بقى، يعني البت دي بتسبل لك كده وحب وحركات؟ هي بتحاول. ما تصدقش ما تصدقش يا علي، البت دي قلق، عايزه تشرط اي حد، اي حد تشوفه في سكتها. لعلمك بقى حاولت معايا. يا راجل اسكت يا علي ما تفكرنيش. بس بقول لك يا معلم، خد منها اللي انت عايزه وبعد كده ابرميها في الزباله. انت تعرف عني كده برضو؟ وبعدين يعني طالما ان ده مبدأك يعني، ما عملتش انت كده ليه يا برم؟ لا يا عم، انا راجل متجوز وماليش في الحاجات دي، وبعدين مش التيب بتاعي يعني، والمسألة مسألة أذواق. أذواق؟ اه تصدق عندك حق، بس أذواق في كل حاجة إلا دي. بصراحة البت زي القمر، ما اختلفش عليها اتنين. سامي، انت ما شفتش حاجة عندي في المكتب؟ اه طبعا يا معلم. تدفع كام بقى؟ تدفع كام ايه ده كميلة؟ انا كنت جاي استلف منك. الأستاذ ياسين عايزكوا حالا في مكتبه. ماشي. صباح الخير يا نون. الله ينصركم يا رب. انت اللي افترى علينا. بس بقى تهاني، انت هتشحتي ولا ايه؟ ده دي تهاني مراسة الراجل المرشد. ايه يا سامي؟ قريت الملف بتاع قضية المرشد ده؟ اه طبعا يا فندم قريته، وواضح ان في كلام مش مظبوط. الراجل المرشد دون كان شغال مع الضابط اللي عمل له محضر لمدة 4 سنين، فأكيد حصل خلاف ما بينهم، فالضابط أما لفق له القضية. إذا قدرنا بقى إن احنا نقنع المحكمة بالكلام دون فممكن يخلو سبيله. يعني انت هتبني دفاعك على افتراضات؟ لا طبعا حضرتك، احنا هنشوف الملابسات الحقيقيه ونفتش وراها واكيد هنلاقي حاجه. انا عايز بص كده في محضر الشرطه يمكن تلاقي حاجه. فعلا في حاجه هنا. التويتات. ضابط المباحث بيقول زي ما هو ثابت في المحضر انه انتهى من تحرياته الساعه 1:30. الساعه 2 قدم التحريات دي للنيابه. 2:30 كان قبض على المتهم، وطبعا ده مستحيل يحصل، خصوصا ان المتهم ساكن في شارع السادات في امبابه والاسم في العجوزه، والكلام ده حصل يوم 2 في وقت خروج موظفين ومدارس. يعني لو راكب صاروخ مش هيعرف يعمل كده. وده معناه ايه؟ معناه طبعا انه عمل كل الكلام ده بعد ما احتجز المتهم بالفعل، يعني القضيه بلح. ومش بعيد يكون الضابط تعمد انه يغلط الغلطه الواضحه دي في المحضر علشان يخلو سبيل المرشد بعد يومين ثلاثه ويبقى راسله ودنه قرصه خفيفه كده علشان يرجع يشتغل معايا تاني، مش كده؟ اكيد. ده محامي قرا المحضر وشاف اللي فيه كويس، وكانت النتيجه انه وفر على نفسه وقت كان ممكن يضيع في كلام فارغ. يا سامي مالك؟ ركز شويه، انت بتحبه ولا ايه؟ لا طبعا ما فيش حاجة حضرتك. طيب اتفضل على مكتبك. على فكرة كان في واحد اسمه تيسير. جالك وانت ما رضيتش تقابله لانك كنت مشغول بتقرا قضية. على الله ما تكونش القضية دي اللي كنت بتقراها. تيسير ده ولد ممتاز، شغله معاك. واديله القضايا اللي عندك يقراها، يمكن يلاقي لك اللي انت بتدور عليه. اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل. انتوا بقى ايه حكايتكم انتوا الاثنين؟ ايه؟ ملف بتاع قضية خالد صرفي معاكم بقى له أكتر من 3 أيام. هو أستاذ علي قرا القضية وشاف إنه في عيوب في الإجراءات، بس إحنا ما نقدرش ناخد حكم بناءً على كده. إيه العيوب دي يعني؟ الموضوع مش بالبساطة دي. دي قضية كبيرة. جريمة قتل. يعني بصراحة كده لازم الواحد ضميره يبقى مستريح. المحاسب اللي مات ده خالد الصرفي وجه له تهمة اختلاس من فترة،
ولما النيابة أفرجت عنه وما عرفوش يثبتوا عليه أي حاجة بيومين اتنين بس مات في حادثة عربية. أظن بقى دي مش صدفة. وبعدين بصراحة بقى دي مش المرة الأولى اللي خالد الصرف يستخدم فيها العنف عشان يصفي حساباته. أيوة بس عمر ما حد قدر يثبت عليه حاجة. والله بالنسبة لخالد باشا الصرفي ده مش مقياس. أنت فاكر صلاح فياض؟ طبعا. سامح الصرفي أخو خالد الصرفي كان عندي من شوية. وقال لي إن صلاح فياض عرض إن هو ينضم لهيئة الدفاع ببلاش. عادي جدا. أي محامي عايز يشتهر يعمل كده. ده خالد الصرفي يعني اسم كبير. فرصة يعني. ايوه بس صلاح فياض بيدعي ان عنده ادله ممكن تخرج خالد الصرفي براءة. سوري هو مين صلاح فياض؟ ده محامي كان بيشتغل هنا في المكتب والاستاذ طرده. لانه فاسد. وكان بيستغل المكتب وياخد قضايا لحسابه، يخلصها بالرشاوي والتزوير وشهود الزور وكل اللي ممكن تتخيليه. على فكره صلاح لو انضم لهيئه الدفاع انا هعتذر على القضيه. عشان كده عايزك تقراها واذا لقيت حاجه تقول لي وتخلصني. والله بقى لو مشينا ورا عيوب الاجراءات في قضيه زي دي يبقى زينا زي صلاح فياض، ما فرقناش عنه اي حاجه. شوفي مرات المرشد قولي لها ان احنا قبلنا القضيه. وبعدي على مدام ناديه خدي الملف بتاع قضيه العسير. قبل ما سعادتك تقول اي حاجه، بصرف النظر عن اهميه القضيه والاتعاب اللي ممكن يدفعها الصرفي، في راجل بريء اتقتل. ومات هو ومراته. ده غير ابنه اللي هيعيش طول عمره على كرسي متحرك بعد ما اتيتم. اتعاب؟ اتعاب ايه يا عادل اللي بتتكلم عنه؟ انا من امتى باخد قضايا عشان الاتعاب؟ بقول لك مفيش دليل واحد يثبت ان الحادثه دي كانت مدبره. ومفيش اي دليل يثبت ان الحادثه اللي حصلت ما كانتش مدبره. الادله اللي عندنا كلها بتقول ان سواق النقل اللي عمل الحادثه كان شغال في الشركه عند خالد. وان الراجل اللي مات ده اتعرف انه سرب اخبار للصحافه انه معاه ادله بتدين خالد قدام مصلحه الضرايب. ايه رايك انت؟ انا رايي انك انت تسيب المحاماه وتشغل قاضي. وانا اعمل كده في نفسي ليه؟ اطلع مجرم براءه قاتل اضيع دم الراجل هدر؟ افهم من كده انك انت مش محتاج اتعاب القضيه دي. طب والمصاريف اللي وراك هتعمل فيها ايه؟ ايا كانت التزاماتي انا عمري ما هقبل قضيه ولا هترافع فيها غير وانا واثق 100% ان انا بخدم العداله. وبعدين مصاريف ايه اللي سيادتك بتتكلم عنها؟ انا الحمد لله كله ماشي تمام. بس انا اللي بلغني غير كده. هي دينا اشتكت لك من حاجه؟ لا دينا ما قالتش، بس دينا بنتي وانا عارفها وعارف مصاريفها وعارف انت بتقبض كام وعارف اخر مره خدت مني فلوس امتى. ولا انت ليك مصدر دخل تاني؟ لا طبعا. مكتبك الجديد لسه ما اشتغلش ها؟ انت فاكر ان في حاجه ممكن تحصل انا ما اعرفهاش عليك؟ لا بس كنت حابب ان انا اللي اقول لك. امتى؟ بعد ما تمسك قضايا وتفضي مكتبك هنا وانت خارج تبقى تقول لي. اسمع علي، انا اديتك فرصه عمرك لما شغلتك في المكتب هنا ووثقت فيك لدرجه ان انا جوزتك بنتي، وعمري ما وقفت في طريق نجاحك ولا وقفت في طريقك في اي حاجه. خلاص ما تجيش دلوقتي بقى وتعمل كده. دي مش مناقشه، ده كلام لازم تلتزم بيه. اذا كنت عايز تسيب المكتب هنا وتروح تبدا من الصفر زي اي محامي انت حر، بس ده مش هيحصل غير في الوقت اللي انا حدده. يبقى سيب لي الملف بتاع قضية خالد الصرف انا هقراه بنفسي. ماشي. ولو ما قدرتش اقنعك ان خالد بريء اوعدك ان انا هعتذر عن القضية. ايه ده؟ ده المسدس المرخص بتاعك، رخصة السلاح اللي انت طالبها مش هتخلص قبل 6 اشهر. بس دي جناية، حيازة سلاح بدون ترخيص. جناية ليه؟ انت هتقتل بيه؟ مسدسي وانا سايبه عند بنتي او حاطه عندها، انا حر اهو، زياده حمايه. شكر علي، احنا عيله واحده ولازم نخلي بالنا من بعض. خلي بالك. اوكي هاخد ده واسيبه لك. خليه معاك.
ازيك يا بيه؟ كل سنه وانت طيب. والنبي اديني 20 جنيه عشان اجيب جلابيه. 20 جنيه بحالهم؟ ده انا بدعي لك. تدعي لي؟ يا ابن اللعيبه انت تعرف اسمي. النبي يا بيه، والنبي بجد ربنا يبارك لك. خلاص امسك. طب كملهم 20 جنيه واقول لك خبر يهمك. مش عايز اعرف حاجه. حاجه شفتها بعينيا. كملهم 20 يا جدع، ما تبقاش رزل بقى. ربنا يبارك لك يا بيه، يا بيه ربنا يبارك لك. اقول لك بجد صدقني اسمعني. حاجه يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه اقول لك خبر يهمك. النهارده في عندنا مفاجاه هتستغربوا منها جدا. قررنا نديكوا فرصه تحلموا شويه. 100,000 جنيه هي الجائزه اللي هيفوز بيها واحد محظوظ جدا. كل اللي مطلوب منك انك تجاوب على سؤال بسيط في المعلومات العامه، ولو عرفت الاجابه ابعت لنا اس ام اس على 13191. والسؤال هو مين اللي قال العباره الاتيه: عليك ان تفعل الاشياء التي تعتقد انك ليس باستطاعتك ان تفعلها. هل هو المهاتما غاندي، روزفلت، يوسف ادريس؟ كل اللي عليك بس انك تبعت رقم الاجابه الصحيحه من تليفونك، الرقم بس. هنسيبكوا دلوقتي مع عمرو دياب ونرجع نشوف كام واحد جاوبه صح. ابعتوا على 16161. ايه كنت فين؟ مفيش، عديت على المدرسة وبعدين رحت اجيب شوية حاجات. حبيبة نامت؟ نامت. اه وانت عملت ايه؟ جبت لك الفلوس اللي انت عايزاها. لا مش قصدي، انا قصدي على الشغل. عادي، لا جديد. قلت له على حكاية المكتب ولا خفت؟ خفت؟ ايه خفت دي؟ وانا من امتى بخاف من حد يعني؟ مش قصدي عادي يعني، اصل هو لو عارف من بره انت عارف. كنت لسه هقول له، لقيته عارف. طب وقال لك ايه؟ قال لي انه مش موافق طبعا، وقال ان حاجه زي كده لازم تحصل بعد اذنه. هو الراجل ده هيفضل يتحكم في حياتنا لحد امتى؟ هو مش ناوي يسيبنا في حالنا بقى؟ في ايه يا دينا؟ ده باباك يعني، طبيعي انه يكون مهتم بحياتك. وبعد كده موضوع المكتب ده حاجه بيني وبينه، انت مالكيش دعوه بيها اصلا. اولا ده مش بابايا، ده جوز مامتي، ومامتي خلاص ماتت الله يرحمها. يبقى هو عايز مني ايه بقى؟ ما يسيبني في حالي ويروح يعيش حياته. وبعدين يا علي الراجل ده مش كويس زي ما انت متخيل، وبكره الايام تثبت لك. ايه الافوره دي؟ كل ده عشان الراجل متمسك بيا ومش عايزني افتح مكتب لوحدي؟ طب لعلمك بقى، انا وهو بيقول لي الكلام ده ما كنتش متضايق خالص، بالعكس كنت مبسوط. مبسوط؟ اه طبعا، لان من ناحيه هعمل اللي في دماغي مهما كانت وجهه نظره، ومن ناحيه تانية بصراحه كون هو متمسك بيا ده اكيد عشان كفاءتي، حاجه تبسط طبعا. تبسط؟ طب خليك مبسوط بقى واتفرج على اللي هيحصل الفتره الجايه. عارف اقل حاجه ممكن يعملها ايه؟ هياخر عنك الفلوس ومش هتعرف تكمل المكتب اللي انت حتى لسه ما شطبتوش. وساعتها هتروح تقول له انا عايز سلفه، مش هيديك فلوس غير اللي تفتح البيت ده وبس. الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور، مين معايا؟ معاك هاني عبد الخالق، مدير العلاقات العامه في اذاعه كابيتال اف ام. حضرتك النهارده كنت بعت رساله كان فيها حل المسابقه، مظبوط؟ حصل. اه مظبوط. طيب بتاكد من اسم حضرتك معلش. انا اسمي علي كمال. استاذ علي، باسم كل اللي شغالين في محطه كابيتال اف ام احب اهني حضرتك لانك كسبت معانا النهارده الجائزه الكبرى 100,000 جنيه. انا بجد؟ ايوه يا فندم، الف مبروك. جابت حضرتك النهارده كانت اجابه صحيحه وتم اختيار رقم تليفونك. مش عارف اقول لك ايه والله، اول مره اكسب حاجه زي كده. ألف ألف مبروك يا فندم، حضرتك إن شاء الله هتشرفنا في المحطة وتستلم الشيك، وبعد كده إذا ما كانش يضايقك هنستضيفك على الهوا في أي يوم نتفق عليه علشان ندردش معاك شوية. ما عنديش أي مانع، بس الكلام ده هيبقى إمتى؟ في أي وقت يا فندم، حضرتك تقدر تيجي النهاردة؟ النهاردة؟ أيوه، حضرتك ممكن تيجي تستلم الشيك النهاردة، وعلى آخر الأسبوع مثلا هنعمل اللقاء اللي اتفقنا عليه. طب قول لي على العنوان. هو حضرتك ساكن فين؟ في التجمع الخامس. هايل، إحنا نعتبر قريبين من حضرتك جدا، إحنا في المقطع. بص حضرتك، لو هتيجي من ورا هتدخل من عند المقابر وتاخد شارع 9 من عند مساكن الزلزال لحد ما هتوصل لواحد بتاع كشري اسمه الحوراني، هو مشهور قوي. هتدخل من جنبه يمين في شمال، في ثالث شمال العماره رقم 23، في بواب تحت هيكون في انتظار حضرتك.
الأستاذ علي؟ أيوه. اتفضل يا فندم، ألف مبروك. الدور الثاني شقة 21، هما في انتظار سيادتك. أه بس أنا شايف المكان هادي أوي يعني. إذاعة بقى ولازم الهدوء، اتفضل. أستاذ علي؟ آه أنا علي. أهلاً وسهلاً، ألف مبروك يا فندم، اتفضل. اتفضل اتفضل. أهلاً وسهلاً، ألف مبروك. فرحنا جداً جداً إن أنت كسبت الجايزة. هو مفيش حد هنا ولا إيه؟ أنا موجودة، أصل الوقت متأخر والموظفين كلهم مشوا. موظفين إيه؟ دي شركة أصلاً؟ آه طبعاً. اه بس انا كان بيتهيألي ان هيبقى في ناس كتير يعني. انا جاي استلم شيك. انا اللي هسلمك الشيك. ايه شكلي ما بيسلمش شيكات؟ اه يا ريت تديني مفتاح عربيتك لانك وانت طالع البواب قال لي انك راكن في المدخل. طيب انا هنزل اغير ركنتها. تنزل؟ لا ثواني. تنزل ايه؟ احنا ما صدقنا انك جيت. ممكن تديني انت المفتاح وانا هنزل عدلها بنفسي. بصي بقى، انا معرفش انت مين ولا ايه نظامك بالظبط، بس واضح يعني ان دي مش محطه اذاعه، واضح ان دي محطه نصب، وانتم ما تعرفوش انا مين. انا هوديكم 60,000 دهب. اقف مكانك يا محب، اخلع دينك وادفنك هنا. طلع المفتاح، طلع المفتاح وعلى طبيعتي. يلا شاكر جدا يا استاذ علي، ده الكارت بتاعي، لو احتجت اي حاجه ارجوك تكلمني على طول. ان شاء الله. استنى منك بقى العقد الاصلي بتاع الارض وشهاده الوفاه بتاعت الوالد. ان شاء الله بكره يكونوا عندك. استاذ علي سامحني، بس انت كنت هناك في المقطم بتعمل ايه؟ تايه. كنت تايه. ده من حسن حظي. عن اذنك. Thank you.
إسراء، الأستاذ موجود؟ هو راح يتغدى مع الأستاذ شيرين، أطلبه لك؟ لا لا لا، بقولك إيه، هو مين اللي بيكتب الكلام ده؟ أي حد، بس غالبا بيبقى سامي. ومبارح؟ لا مش عارفة، تحب أسألك؟ لا لا لا، شكرا. علي علي استنى، تعال تعال. في ايه يا سامي؟ تعال، عايزك في موضوع مهم جدا. تعال. موضوع ايه؟ لا بس استنى، نقفل الباب علشان محدش يسمعنا. تعال تعال، انا عايزه اوريك موضوع كده اهو، عامل لي بلضه في دماغي. تعال. انت ساكن في القاهره الجديده مش كده؟ ايوه. دي بقى يا سيدي القاهره الجديده على جوجل ايرث، ودي 6 اكتوبر، وتقريبا عايش في المدينتين دول رجال الاعمال اللي عندهم مكاتب وشركات في المهندسين. دي ايه بقى؟ سامي وحياة ابوك، هتقول لي عايزني في ايه؟ الا تسيبنا اتكل على الله. يا عم استنى بس، انا عايز احل لك مشكلتك. مشكلتي؟ ايوه يا عم، قول لي بس دي ايه؟ دي دار السلام. دار السلام، ايه دار السلام دي بقى؟ دار السلام دي منطقه عشوائيه ساكن فيها ناس غلابه بائسه. هيحصل ايه بقى لو خدنا الناس دي في حته الصحراء اللي جنبيهم وبنينا لهم كده عمارات نظيفه يعيشوا فيها كده اهو كويس؟ يعني مش انت اللي قتلت ابو زينب؟ فاكر انك قتلتها دي كلبه محدش هيسال عنها؟ في المهندسين ينقلوا في المساكن ديا، ومفيش يا معلم حد هيدفع حاجه من جيبه. اللي حصل انك قتلت واحده بس عشان تتدور. ليه بقى؟ مش عارف. قبل ما العمارات دي تتبني هتكون المكاتب دي كلها متباعه، والبلد تبقى فاضيه، وانت بدل ما تروح اعترف ان انا بعته لك هتلاقي مفتاح عربي. لا خده معاك وتروح. ها حليت لك مشكلتك ولا لا؟ الو، جبت المفتاح معاك؟ بص بقى يا حبيبي، اللي انت بتعمله ده اسمه ابتزاز، واسمه جريمه تلفيق اتهام للاخر، والعقوبه ممكن توصل فيه لثلاث سنين، ده غير اللي ممكن اعمله فيك. فيا ريت بقى ننهي الموضوع ده كده بهدوء احسن لك. يا ثلاث سنين؟ طب انت عارف ان اللي انت عملته بقى اسمه جريمه قتل عمد، ودي اقل عقوبه فيها 15 سنه. 15 سنه يا علي، تفتكر مراتك هتستناك 15 سنة؟ الزم حضرتك وما تجيبش سيرة مراتي، يا اما اقسم بالله هجيبك وهمسح بيك الارض. جبت المفتاح معاك؟ ايوه. شاطر. اسمعني بقى وركز معايا كويس لان ما قدامكش وقت. خد المفتاح وروح الجراج بتاع جراند مول. في الدور التالت تحت الارض هتلاقي عربية فيات 132 بترولي ملاك القاهرة. افتح شنطة العربية بالمفتاح، هتلاقي شنطة صغيرة، خدها واقفل العربية، وأنا هبقى أكلمك تاني وأقول لك تعمل إيه. أنا مش فاضي، ومستحيل أسيب شغلي وأروح في أي حتة. أنا مقدر ظروفك وانشغالك طبعًا، بس بص للموضوع من زاوية تانية، لو ما رحتش تجيب الشنطة اللي بقول لك عليها، بكرة هتبقى مشغول بحاجات تانية خالص غير الشغل. يا ابني ومش عايز أوسخك، بس أنت اللي بتكبرني. الشنطة اللي عايزني أجيبها دي فيها إيه؟ عايزك تعرف هقولك، ولو انت حاسس ان الشنطة فيها حاجة مش مظبوطة سلمها للبوليس او للامن بتاع المول، ما تسكتش على حاجة غلط. يعني بقولك ايه، انا مش رايح في حتة، واعلى ما في خيلك اركبه. انت عارف ان الظابط اللي كان عندك من شوية انا اللي اديته المحفظة بتاعتك وقلت له ان لقيتها في الشارع ناحية العربية، مع انها ما كانتش هناك خالص، دي كانت في ايد المرحوم الله يرحمه، كانت بتحاول تقلبك الظهر بعد ما رفضت انك تدفع لها، وبالرغم من معزتها عندي غطيت عليك وما قلتش الحقيقه عشان الحقيقه هي ان انا ما عملتش اي حاجه غلط، والموضوع ده كله من اوله لاخره متلفق. انا راجل شريف ومش هسمح لحسالة زيك انه يورطني في اي حاجه ضد القانون. ولما انت شريف وما عملتش حاجه، غلبت امبارح ليه؟ ما اعترفتش للظابط ليه؟ ما قلتلوش ليه لما جالك؟ ما
الخبر الحقيقة يا علي. أنا عارف إن الموضوع صعب، بس واجه نفسك بالحقيقة، أنت مش شريف زي ما بتقول. أنا أشرف منك ومن أهلك. إيه اللي نزلك من بيتك الساعة 12 بالليل عشان تاخد فلوس من محطة إذاعة؟ طب إيه اللي خلاك أصلاً تشترك في مسابقة عشان تكسب فلوس؟ محتاج مبلغ زي ده للدرجة دي؟ ليه؟ أنت محامي شاطر وساكن في فيلا في التجمع، وديت فلوسك فين يا علي؟ مش ممكن تكون صرفتها على واحدة مثلاً وخايف أحسن مراتك تعبت؟ خلاص، إذا كنت فعلاً شريف زي ما بتقول وما عملتش حاجة غلط وواثق إنك ممكن تطلع براءة من الموضوع ده، بعد ما تقفل معايا بلغ البوليس. ها؟ بعد ساعة بالظبط هتصل بيك، وأحسن لك تكون في جراند مول، ولو اتصلت بيك في أي وقت وما ردتش عليا أو لقيت موبايلك مقفول هستنى 10 دقايق واتصل بيك تاني، لو ما ردتش هسلم الأدلة اللي معايا للبوليس بعد ما بعت منها نسخة لمراتك. عملت ايه في المدرسة؟ اشتريت قمية جديدة. لا حبيبة يلا اطلعي العبي في اوضة بابي، جاي من الشغل وتعبانة. يلا دينا، انت لسه زعلانة؟ هزعل من ايه؟ فيا دينا؟ مفيش يا علي، انا عارفة ان اعصابك تعبانة. خير يا باشا. مساء الخير. مدام نادي، احنا عندنا اجتماع بكره مع سامح الصرفي، اخو خالد الصرفي. عايزك تدي خبر المستشار مصطفى وعلي وشيرين، كل اللي شغالين في القضيه يحضروا الاجتماع ده. حاضر يا استاذ. الاجتماع ده مهم. ها؟ من عيني. عايز حاجه تاني؟ سلامتك يا استاذ. شكرا. قال ايه ده؟ انت لسه هنا؟
انا نازله اهو. لا من حسن حظي بقى. طب معاك عربيه ولا اوصلك؟ معايا. ركنا فين؟ الشارع اللي ورانا هنا. ما تركنيش ليه في الجراج بتاع العماره؟ حلمي. ايوه يا سعاده الباشا. عارف العربيه ولا مدام؟ عارفها يا باشا. يعني هو يعرفها انا ما اعرفهاش. هات المبديع. هات العربيه بتاعتها واستنينا على باب العماره واجي على طول. حاضر يا باشا. سلام. بعد كده هنبي عليهم يفضوا لك مكان في الجراج عشان تركني جنبي على طول. وسط كتير. انت لسه شفتي حاجه؟ بس لو ما عملتش كده هزعل من نفسي قوي. لا ما يصحش. انت ساكنه بعيد عن هنا؟ يعني شويه بس اديني بتمشى. ايه ده؟ ما جاب بسرعه. معلش المره الجايه هبقى اركن بعيد شويه. لا المره الجايه هتسيب العربيه في الجراج وانا هوصلك. مش عايزه اتعب. على فكره انا ما بتعبش. تصبح هجيب لك سيادتك العربيه. اتفضل. تصبح على خير. باي باي. لك الملفات المفيده ولا مش مفيده؟ كويس كله عام. قريته؟ ما فيهوش حاجه مفيده، في حاجات كتير مهمه ناقصه. يبقى كان قلبه حاسس كده بقى، يبقى اكيد في وساخه. ولا هيخبي ليه؟ يعني تفتكر هو ممكن يكون قطع الورق؟ ياسين ما بيرميش ورقه حتى لو كانت ضده. متخيل انه في يوم من الايام هيقعد ويقرا الورق ده كله ويشوف هو ظلم مين ويرجع الحق لاصحابه. زي ما تقول كده عامل ملف لسيئاته وحسناته. هو قال لك كده؟ ارجع انت المكتب عشان محدش يحس بحاجه. يا نهار اسود، ايه اللي حصل؟ طب عرفتوا ايه الحاجات اللي ناقصه؟ لا طبعا، هو حد يقدر يجرد في وضع زي ده؟ إيه انت بتعمل ايه؟ بدور بالمره على ملف بورسعيد. اصلها ناقصاك. فتحمدي ربنا يا مدام، المخزن كله ملفات قديمه، يعني مش مشكله. انت شايف كده؟ دي اسرار عملاء يا استاذ، شيكات واحراز وحاجات مهمه. وبعدين ازاي حاجه زي دي تحصل في المكتب؟ محدش عدى من النهارده من هنا يا استاذ. وسيد وعبد السلام بيحلفوا بالله وهما بينظفوا الصبح كان الباب مقفول. بلغ البوليس يا مدام ناديه، ومحدش يخرج من هنا غير لما تشوف ايه اللي معاه. حاضر يا استاذ. وعايز جرد سريع جدا للحاجات اللي ناقصه. هاتي اشرف بالحسابات يساعدك. لو عرفنا ايه اللي ناقص هنعرف مين اللي له مصلحه. اتفضل يا ستي، ده اخر ملف موجود في الدرج. الباقي كله شويه ورق فاضي ودبابيس واقلام، عايزه تشوفيهم برده مفيش مانع. بجد انا اسفه يا استاذ علي، بس الاستاذ ياسين مصمم ان احنا نفتش كل المكاتب. ده انا حتى اتفتشت اول واحده. معلش ما جراش حاجه. بجد انا اسفه يا استاذ علي واستاذ سامي اللي كان قاعد قدامك ولسه داخل من بره، يتفتش عادي كده؟ انا متاكده اللي اخذ الحاجه جه الصبح والمكتب فاضي وبعدين رجع عادي زي ما يكون ما عملش اي حاجه عشان ما حدش يشك فيه. ايه يا شارلوك هولمز؟ شكلك كده بتلقاها عليا كلام. اللي على راسه بطحه بقى.
لا انا ما تحتشيش تكلميني بالطريقه دي. استاذ علي. ايوه ايوه. انت مش فاكرني؟ لا مش واخد بالي. حاجه غريبه قوي لما يكون في حد مهم في حياتك تكتشف في الاخر انه ما يعرفكش. ايه طب يا ريت بس توضح كلامك لان النهارده كان يوم صعب والواحد دماغه مش فيه يعني. انا تيسير. تيسير مين؟ كنت بتجينا البيت زمان فاكر؟ تيسير معلش يا تيسير. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. والدتك اخبارها ايه؟ كويس. طب يا تيسير انا مبسوط اني شفتك. انت تشتغل معانا هنا مش كده؟ لو عوزت اي حاجه ما تتكسفش كلمني على طول. ها وما يصحش برضو بعد اللي انت عملته معانا. وقفتك معايا وقفتك وقفت مع امي. انا شفت كل حاجه ومش هستريح لما قلت لك اللي انت عملته. بعد اذنك. يا صباح الجمال يا باشا. اوه ازيك يا عدوله؟ انت فين يا عم؟ بقالي فتره مش شايفك. تمام الحمد لله. اقعد. ليه يا عم؟ مش ناوي بقى تسيب المكتب ده وتشتغل معانا؟ يا ريت يا عادل بجد اتمنى، بس انت شايف احنا ماسكين فيا ازاي؟ وبعدين مش شايلني كل القضايا الثقيله. طب بقول لك ايه بقى؟ انت شغال في القضيه بتاعت خالد السرفي؟ ها؟ احتمال. ما بلاش الكون ده. يا عدوله. بذمتك في قضيه زي دي هتيجي هنا ومش هتتعرض عليا؟ بس يعني احتمال ابقى مشغول في حاجات تانية، فندي فرصه لحد من الزملاء يعني. طب بقول لك ايه، انا عايز ادردش معاك بقى في الموضوع ده. جالنا موكل عايز يرفع قضيه على خالد السرفي ويضمها للدعوه. اه العجل لما بيوقع سكاكينه بتكتر. لعلمك بقى انا نبهت خالد السرفي ده من المستشارين اللي عنده، قلت له دول هيضيعوه. ما سمعتش كلام. انت تعرفه شخصيا؟ ادخل. انت كنت فين يا ابني؟ معلش كنت بتغدى. بتتغدى؟ طب خد القضية اللي على المكتب ديت. القضية دي عندنا جلسة فيها كمان أسبوع، ما تشيل يا ابني القضية. أنا وصلت فيها الرأي القانوني. عايز أعرف رأيك. هيبقى زي رأيي ولا حاجة تانية؟ ده اختبار ليك ها؟ وده اللي هيحدد وجودك هنا في المكتب ها؟ تشرب يا معلم. يا ريت فنجان قهوة، بس حد معلش بس يجيب لي سجاير. تيسير. إيه؟ قول لعم سيد. يعمل قهوه مظبوط وخد. انت بتعمل ايه؟ ايه يا عم انت بتهزر؟ والله العظيم ما ينفع تجيني غرامه. ضيف يا معلم انت بتهزر ولا ايه؟ سجايرك ايه بس بسرعه؟ اي حاجه انا كده كده مبطل بس عايز انفخ. يلا يا تسير بسرعه اسرع من العصفوره تروح الشهر. يلا. انا؟ امال امي؟ انا انت لسه يلا يا ابني بسرعه يلا. ايه يا معلم؟ كانش ابتدى فعلا يعمل كده. انت لسه يلا يا ابني بسرعه يلا.
استاذ سامي الحق عربيتك ولع تحت في الجراج. ايه يا نهار اسود ومبين، يا نهار اسود ومبين. معلش يا استاذ نسيبك كده. يا حرام مش مرضي، انت بتتكلم عليا. طفوها طفوها. اتفضل يا ماشي. شكرا. ايه ده انت لسه هنا؟ ايوه يا استاذ، اصلي ابني هيعدي عليا بعد شويه، هننزل نشتري شويه حاجات للعروسه. بسم الله ما شاء الله سنين بتجري. ايه خلاص هتجوزيه؟ ان شاء الله. ربنا يتمم له الخير. وهتستحمل انه يبعد عنك؟ سنه الحياه بقى يا استاذ. في حد هنا ولا كلهم مشوا؟ مدام شيرين حضرتك بس جالها تليفون من شويه ونزلت وقالت راجعه تاني، بس مش عارفه اذا كانت رجعت لسه ولا لا. طب هات مفتاح العربيه وروح انت حل. اتفضل يا باشا. سلام. الف سلام. طيب اوكي، عايز حاجه؟ سلامتك يا استاذ. شكرا. السلام عليك يا استاذ. الله يسلمك يا غالي. فاضي سلامتك. ايه انا دلوقتي بس حسيت ان انا ضربت بالنار فعلا. ايه يا جماعه؟ مفيش اي حاجه، انا كويس حبيبتي. سلامتك. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه. الحمد لله هو كويس والدكاتره طمنونا عليه النهارده. يا جماعه في ايه؟ ما تكبروش الموضوع بقى، الموضوع مفيش حاجه. نكبر ايه؟ هو في اكبر من كده؟ دي مصيبه. بلغتوا البوليس؟ لا مفيش داعي بلغ البوليس، مفيش داعي. بلاش علي. ليه؟ بلغنا البوليس يعني الجرايد هتعرف، يعني هتلاقي بكره بقى امان شتات عماله تقول اللي هي عايزاه. ده كان راجل فاسد وكان له علاقات معرفش ايه والناس ما بتصدق علي. طب ما هو كده كده المستشفى هتبلغ. لا ما تقلقش، مدير المستشفى صاحبي ورئيس مجلس الاداره هما الاثنين عمال عندي، والموضوع اتلم خلاص. يا استاذ دي جريمه، واللي عمل كده لازم ياخد جزاءه. علي عنده حق، لو ما بلغناش مش هيمسكوا اللي عمل كده. يعني لو بلغنا هيمسكوا؟ بس لازم نبلغ يا استاذ عشان لا قدر الله اللي حصل ده ما يتكررش مره تانية. وبعدين يا استاذ امبارح في عربيه اتحرقت، يعني اكيد في حاجه مش مظبوطه. ما تقلقوش يا جماعه، اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. ودي الحكايه، انا كنت لوحدي في الكراش، يعني لو عيل صغير معاه مسدس وكان عايز يقتلني كان قتلني. الحكايه كلها قرصة ودن. في واحد عايز يجبرني ان انا اعمل حاجه انا مش موافق عليها، بس انا خلاص عرفته. حبيبي ألف سلامة. أهلا 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 يا سامح. الحمد لله على السلامة يا سيم بيه. الله يسلمك. ازيك يا دندون؟ عامل إيه يا علي؟ تمام يا سامح الحمد لله. لكن عرفت إزاي؟ مفيش، أنا كلمت المكتب النهاردة وقالوا لي. ليه ده؟ وإيه؟ مين ليه سبب في كده؟
مدام نادية خدي الصور تاخد شوية. حاضر يا أستاذ. دينا. طيب أستاذ على إذنك إحنا هنقعد بره شوية. أه اتفضل. أنا شكلي كده عم تبقوا زعيق. لا 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 خالص إحنا شوية كده. الحياة بقت فوضى. إحنا بقينا عايشين في غابة، كل عايز بيعمل حاجة يعملها. بس أنت برضه غلطان. ما ينفعش تمشي غير بادي جارد أبدا. عندك أنا أهو. ماشي بأربعة ومعايا سلاح كمان. حارس هو ربنا سموها. ونعم بالله. بس لازم برضه ناخد بالأسباب. عامة أنا مخلي رجالتي يدوروا على عمله معاك كده، وأنا مش ههدى إلا لما أجيبهم. ما تقلقش يا سامح. ما تشغلش دماغك أنت بالموضوع ده. عيب ياسين ده أنت أبويا. وبنتك كانت زميلتي في الجامعة. وأنا استحالة أسكت على اللي حصل ده. هو ده العشم برضه. ربنا يخليك. بس أنا عندي ليك طلب. نفسي تعيد نظر في موضوع القضية ده تاني. ما تسيبنيش وأنا محتاج لك. هتسيبني وأروح لمين؟ أنا خلاص قبلت القضية يا سامح. أول ما أخرج إن شاء الله هشتغل فيها على طول. حبيبي ياسين. هو ده عين العقل يا سيدي. انا هفضل معاه النهارده. ليه يعني؟ ايه الاوفر ده؟ الراجل خلاص كويس. وبعدين يا ناديه معايا لو احتاج اي حاجه. بس ناديه مش اهله، انا اللي اهله. انا مش زعلانه يا علي، مش عايزاك تفهم الموضوع غلط. بس النهارده لما كلموني وقالوا لي الخبر حسيت ان انا يتيمه بجد. وحتى لو مش محتاجني زي ما انت بتقول، انا محتاج اعمل كده. انت حر، اعمل اللي انت عايزاه. عايش عنك بالعافيه. انت عايز مين يعمل بدله؟ انا عايز الخواجه. انا الخواجه. الشنطه اللي معاك دي تخصني مش كده؟ ايوه. طب استهدى بالله بس يا عم البرنس، ونزل السلاح اللي في ايدك ده حطه في جيبك. خلاص يا سوخه. اهدى يالا. حقيقه في ايه؟ يقط يا معلم. ماشي الواد ده من قدامي. يلا يا سوخه. يلا يلا مستنيك بقى. يلا يا سوخه. اقعد. تشرب ايه يا برنس؟ انت متشكر ولا حاجه. الا انت عرفت طريق ازاي؟ سالت. اديك عرفت السكه اهو، عشان لما تيجي بعد كده بقى ما تبقاش تسال. لا ما هو انا مش جاي بعد كده. هات الشنطه. اتفضل. شكرا. ما تزعلش من الرجاله، ما كانوش يعرفوا برضه ان انت جايلي. ما جراش حاجه، مش مشكله. وانت ماشي هبقى ابعت معاك واحد من الرجاله لزوم الامان. شكرا. انت رايح لفين؟ معلش اصل مستعجل. لا ده انت مصر بقى تقل قيمتي قدام رجالتي. يا سيدي انا بس مستعجل. اقعد. مش هتتحرك من هنا الا باذني. يعني ايه؟ هي دي اصول الضيافه برضه.
تحمسوه للضيافه. اضرب. لا متشكر ماليش في ال... لا 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 ما لوش فيه ده، انا بزعل منه قوي. عايز نزعل يا سيدي ولا تزعل ولا حاجه؟ كل ما في الموضوع ان انا ما بضربش. لا هتضرب. هتضرب. اضرب. يلا. ايوه. ايوه كده. انا احبك كده تكون قاعد مستريح براحتك ومرحرح كده. طيب انت اكيد تعرف اللي باعتني مش كده؟ طبعا اللي باعتني انا كمان بعتها. في ايه يا عم؟ امال اللي في جنبك ده؟ ده بتاعي انا. ايه ده، حلوان ولا فايبر ده؟ دي باين عليها خواجه حلوان. وريني وريني حلوان ايه. لا والله دي حته اصلي تمام. طيب بالسلامة انت حلواني. ايوه خواجة معاك. تمام كده؟ تمام الحمد لله. كنت هنسى، خلي النجم بيسلم عليك. تقول ايه يا روح امك؟ خليل النجم بيسلم عليك. هو اللي قال لي اقول لك كده، اللي بعتني هو اللي قال. قول يا خواجة. وانا مره هنا يا روح امك ولا ايه؟ خليل النجم بعت السلام ورد السلام واجب. اوعى حاسب. ابعد ابعد. هتقوم.
انت لسه بتعيط يا شيرين؟ يا عبيطه انت المفروض ان انت تكوني مبسوطه فرحانه. ايوه 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 تكوني فرحانه يا شيرين. ما لا 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 مش 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 ممكن يا شيرين تكون دي دموع الفرح. انا عارف يا شيرين ان انت من جواكي مش قادره تنسيني ولا قادره تعيش من غيري. ولا انا شيرين. انت عارفه يا شيرين انا ايه اللي حصل لي من بعدك؟ انا بقيت ولا حاجه يا شيرين. انا اتدمرت وفي دكتور وصف لي دواء. دكتور حمار وصف لي دواء وكان عايز يدخلني مستشفى زي اي مجنون. انا ادخل مستشفى المجانين عشان واحده وسخه زيك. يعني اي راجل اي راجل بتشوفيه بترمي نفسك قدامه تحت رجليه. يا وسخه يا وسخه. تيجي نطلع على العين السخنه مع بعض؟ تيجي؟ لا 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 يا شيرين. احنا مش هنروح العين السخنه. لا لا عشان انا مش هينفع ان اخلي حد يشوفك. ما ينفعش الناس تشوفك. ما ينفعش الناس تشوفك عشان لو الناس شافوك حي هتبقي هتبقي اوسخ من اللي انت فيه. وانا حاضر. انا بحبك يا شيرين وانت عارفه ده. حاضر. صح اللي انت عايزه. صح ولا ايه؟ صح. بتبقي انا مش همشي من هنا. انا هفضل جنبك. انا مجهز كل حاجه. انا كل اللي يهمني بس ان انت اشوفك لما كنت شعرك قصير. لما كنت زي الملك. لان انا كل ما اشوف شكلك كده يا شيرين بفتكر كل حاجه وسخه عملتيها معايا. بفتكر لما انت خنتيني. فكيني يا شيرين. فكيني وانا هعمل لك كل اللي انت عاوزه. فكيني وانا هفضل جنبك هنا. بس فكيني ما تعملش فيا كده عشان خاطري ما تأذينيش. انا مجهز كل حاجه يا شيرين. انا مجهز كل حاجه يا شيرين. انا مجهز كل حاجه. انا لازم نكون جاهزين عشان خلاص يعني خلاص الوقت ازف. لازم نتحرك. شيء يطلع لدكتور اشرف الخلي في المعمل دلوقتي. ما حدش هناك. لا على فكره في دكاتره جداد استلموا امبارح بس انا مش عارفه اذا كان حد فيهم موجود ولا لا. علوم انت مش هتخسر حاجه. روح شوف ولو ما لقيتش نبقى نقول بسرعه يا حبيبي ودابي عشان مش عايزين مشاكل. حاضر. دكتور ايوه الدكتور اشرف عايز حد يطلع له المعمل دلوقتي. ايوه يا بنتي مفيش قلق ولا حاجه.
أنا مش عايزة أروح، شكله كده مش مريح. آه أنت هتهرجي بقى، أوعني زايغة. وهي بقى مش ناقصة قلة أدب على المسا. طيب طيب خلاص هروح هروح. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه الاخبار؟ ما لقيش معاك ولاعة. انت تشرب سجاير هنا؟ وهيحصل ايه يعني؟ يحصل ايه؟ ياخد جزا. لو حد كلمك قولي له ما قدرتش عليه. لا لو عايز تشرب سجاير روح اخر الطرق او اشرب هناك. ما اقدرش اسيب الخدمه. ليه؟ وانت لمحت حاجه غلط يعني ولا حاجه؟ انا ما لمحتش غير كل صح وكل خير. طب عندك شاي ولا تيجي تشرب عندي؟ هاجي طبعا. مش تقولي كده من الصبح. اتفضلي اشرب. ازاي كده؟ وهو اللي بقى سهران مع جوهره زيك يزهق ازاي بس؟ ده يبقى حمار. متشكرين يا اخويا. الظابط الجديد عشان نمسك تشكيل عصابي قاعدين على قهوه في السيده، والظابط ايه بقى فاكر نفسه ياما هنا ياما هناك. ادخل. اهلا. الحمد لله على السلامه.
الله يسلمك. ها؟ مامتك عاملة إيه؟ كويسة الحمد لله. وبتشكر حضرتك جدا. كلمتها في الموبايل؟ النهارده كان يوم طويل. بقى لي اسبوع تقريبا ما قعدتش مع موكلين. صحيح مرهق وتعبان. بس الواحد ما بيحسش انه عايش غير لما يشتغل. عارف احيانا بيجيني احساس كده ان انا في لحظه هبقى مش فاهم حاجه. اه والله عندي هاجس ان انا كبرت وممكن افكاري تبقى قديم ما تنفعش. وإن حد من الشباب الصغيرين زيك كده يتفوق عليا. طب أقول لك حاجة؟ عارف أنا لغاية دلوقتي خايف أبص في ملف القضية بتاع خالد الصرفي دي. مش متأكد أنا ممكن أعرف أجيب له البراءة. عشان كده كل شوية أرميها لحد. وعامل نفسي إن أنا مشغول في حاجات تانية. في حين الحاجات التانية دي لو قعدت عليها ساعتين ثلاثة أخلصها. لكن بقول افرض أنا ما قدرتش. وحد زيك أو زي الأستاذ علي قدر. هيبقى احساسي ايه ساعتها؟ ساعتها احس ان انا صديت ولازم اتركن بقى جنب الحيط. بقول لك ايه؟ خليني في المهم. انا عارف ان انت عندك مشكله معايا. ومشكله كبيره مش صغيره. لدرجه انك انت بتفكر ازاي تنتقم مني وتاخد حقك. انا عذرك. وعارف ان انا استاهل منك المشاعر السلبيه دي. اللي انا عملته مع باباك مش سهل. واللي اخدته منك مستحيل اعرف ارجعه لك او اعوضك عنه. عشان كده انا بدي لك الفرصه انك انت تنتقم وبجد. استغربش. انا ساعدتك عشان تدخل كليه الحقوق وقفت جنبك علشان تتخرج بتفوق وتبقى من الاوائل. مش عشان صعبان عليا ولا عشان ارضي ضميري، لا. أنا كنت بفتح لك الباب اللي خليك تغلبني تتفوق عليا وتبقى أحسن مني، وساعتها هتبقى انتقمت وبجد. أنا يمكن أبان في نظر ناس كتير إن أنا راجل طيب وإن أنا بقف جنب الشباب وبساعدهم، لكن الحقيقة لأ. أنا بخليهم تحت سيطرتي وتحت عناية عشان محدش منهم يكبر وياخد مكاني غير لما أنا أقرر أسيب المكان ده. لكن معاك انت انا ما عملتش كده. انا قعدتك قدامي واديتك السلاح في ايدك وقلت لك نشن يا استاذ. اغلبني. تفوق عليا. وبكده يبقى انتقمت بجد. مش تولع عربيات تفكر في جرايم خايبه. كل النهايه ايه؟ انك انت تنتقم من نفسك مش من اللي اذاك. انت مكانك هنا. ورا مكتب زي ده مش مستخبي ورا الحيط معاك مسدس وتولع في عربيات وتجري. ده الميدان اللي لازم تفكر ازاي تحارب فيه. اتفقنا؟ ما بيردش. معلش شويه كده وهتلاقيه اتصل. هتديني الفلوس بجد؟ اه هديك المبلغ اللي اتفقنا عليه اول الشهر ان شاء الله. اول الشهر؟ جرايه نظر في ايه؟ معيش فلوس. وانا اضحك عليك يعني؟ ولا يهمك يا كبير. انت كلمتك شيك. كلمتي شيك اه، بس اوصل له النهارده. هيحصل يا كبير. حماده. ايه يا حبيبي؟ يا حبيبي خليك معايا ثانيه واحده. ايوه تمام تمام ايوه تسلم لي. انت برنس برنس. يلا سلام سلام سلام. اسمه وسنه ورقم بطاقته وعنوانه.
كابتن بقول لك ايه؟ العربيه اللي انت راكبها دي بتاعتك؟ يا تموت وتدفن هنا تقول لي على كل حاجه. دينا ازيك يا علي؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ايه شكلك تعبان؟ اه فعلا تعبان. أنا كنت عند بابي، أنت ما رحتش المكتب النهارده ولا إيه؟ لا كان عندي محكمة. اقعدي. دينا أنا فكرت في اللي حصل بيننا ولقيت إن في حاجة لازم تعرفيها قبل ما نكمل حياتنا بشكل طبيعي. خير يا علي؟ أنا بصراحة لقيت إنه غلط إني أطلب منك إنك تلتزمي بحاجة في الوقت اللي أنا نفسي مش ملتزم بيها. أنا آخر مرة كنت قلت لك إنك لازم تقولي لي كل حاجة بصراحة. ما تخبيش عني أي حاجة مهما كانت. وأنا بصراحة عملت حاجة ومخبيها عليكي. عملت إيه يا علي؟ في واحدة عندنا في المكتب اسمها شيرين، أنت عارفاها؟ أنا بصراحة كده خرجت معاها. خرجت معاها؟ كذا مرة. الموضوع تطور. طب ما تكملش، انا مش عايزه اعرف. انا من الاخر كده وعدتها بالجواز، بس والله العظيم ما حصلش بينا اي حاجه غلط. انا لما لقيت الموضوع هيخش في الجد ما عرفتش اخد خطوه كمان. عارفه ليه؟ لاني لقيت اني بحبك قوي. تحبيني؟ فعرفت واحده عليا؟ دينا دي مجرد نزوة، وأنا على أتم استعداد إنك تسأليني أي سؤال وأجاوبك بمنتهى الصراحة. بس أنا مش عايزة أعرف حاجة، مش عايزة أعرف. ايوه. ها قلت لها؟ تعرفت ازاي؟ يا علي انت مش عايز تفهمني ابدا، ولا هتعرف قد ايه انا ببقى قاصد كل كلمه اقولها. انا قلت لك مراتك من حقها تعرف، ما قلتش اني هقول لها. يعني انت كنت تقصد ان خليك تروح تقول لها بنفسك يا علي؟ ليه؟ لان هو ده الصح يا علي. انت مش شريف ونضيف وما بتغلطش، ها؟ يبقى مخبي عنها حاجه زي كده ليه؟ ما بتروحش تقول لها ليه اذا كنت مضطر وخايف لا تتكشف. انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز اعاطبك شويه، عايزك تحس بجزء بسيط من نتائج افعالك. بطهرك بالحزن يا علي، بزعلك لان الانسان وهو زعلان ويائس بيبقى مستعد يعمل حاجات كتير او
بيبقى عايز اي حاجة تنسيه حزنه، حتى لو كانت مشكلة، حتى لو كانت هتخليه قدام شوية يزعل اكتر. الانسان تحت الضغط واليأس ممكن يرمي نفسه في حضن اي شيطان حتى لو مش شاطر. انت الشيطان ها؟ ممكن. بتسمع كلامي بقى ليه؟ ايوه الهديه دي للاستاذه دينا. ماشي شكرا. عفوا. ايوه مين معايا؟ اهلا يا احلام، انا كنت عند خالك نبيل السرجاني النهارده. والله هو كان في رساله مهمه ولازم اوصلها لك بنفسي. يعني هو بصراحه كان عايزني اقدم لك خدمه قصاد خدمه هو هيعملها لي، يعني واضح ان هو بيعزك قوي. حسب رغبة خالك عايز أقابلك عشان أشوف ممكن أخدمك في إيه. مش مشكلة ممكن أوصله. اتناشر ونص بالثانية أبقى عندك. يلا يا عصافير، يلا يلا يا غزال، ايه الجمال ده؟ فين عاطف رئيس الفرقه دي يا حركات؟ هو
هو انت ميدو مش كده؟ انت عاطف؟ لا انا علي. علي. سلامات يا سي علي. كنت كلمتك انا في التليفون بخصوص احلام. مش انت اللي من طرف خالها؟ ايوه بالظبط كده. حاضر هديها لك حالا. احلام احلام. حاضر. كنت فاكر ان اللي قتلتها دي كلب محدش هيسال عنها. كنت فاكر انك كربت معاملتك. مش ههدى الا لما اشوفك بتتقلب. السلام ورحمة الله يا حبيبي. عاملة ايه؟ الحمد لله رب العالمين. كويس انك جيت. الراجل فاضل له 10 دقايق ويوصل. اما رانيا فين؟ رانيا جوه في اوضتها. طب انا هخش اتكلم معاها. يلا حبيبي. ادخل. ازيك يا رانيا؟ كويس. عاملة ايه؟ الحمد لله. أنا مش عايزك تبقي زعلانة مني في حاجة. ما تشغلش بالك يا علي. أنا أصلاً ما بقاش فارق عندي. لعلمك العريس ده لو متجوز ومخلف أنا موافقة. ده حتى لو يحبسني في قفص أنا ما عنديش مانع. أيوة بس أنا لا يمكن أسمح بحاجة زي كده. ولا ماما يرضيها إنك تعيشي تعيسة. كفاية اللي حصل المرة اللي فاتت. كتر خيرك. رانيا انا عايزك تعتبريني اخوكي ولو ليوم واحد. اخوكي اللي بيحبك وهمه مصلحتك. عايزك تبقي متاكده ان مفيش حد في الدنيا هيقدر يجبرك على حاجه انت مش عايزاها. يلا قومي البسي كده واخرجي قبل الراجل لغايه ما نشوف ايه اللي هيحصل. ربنا يجيب اللي فيه الخير. كانت الحاجة قالت لي إن حضرتك مسافر أو حاجة زي كده؟ أنا الحمد لله جالي عقد عمل للكويت وإن شاء الله هكون هناك بعد أسبوع. بإذن الله. هو حضرتك بتشتغل إيه؟ أنا مهندس. تشرفنا يا باشمهندس. الله يخليك. على فكرة الأستاذ رشدي جارنا ووالدته صاحبتي من زمان. هو قعد معايا وتفاهم معايا على كل حاجة. أنا هسيبكم أنا ورانيا علشان تتعرفوا على بعض. ماشي يا ست الكل. منورنا يا فندم. ربنا يخليك يا استاذ علي. انا بصراحه يا استاذ علي يعني مش مستقر في حياتي الزوجيه. طيب ليه ما فكرتش انك تنفصل عن مراتك؟ يعني من منطلق ان ابغض الحلال عند الله الطلاق؟ قطعا الطلاق كارثه كبيره. لكن الموضوع ببساطه اني مش عايز راجل غريب يربي ولادي. بس يعني يا استاذ رشدي ما تاخذنيش يعني ما فيش حد بياخد كل حاجه في الدنيا. عايز تربي ولادك اقعد جنبه؟ عايز يعني تتجوز بقى وتعيش حياتك يعني سيبهم لوالدتهم ولا ايه؟ هو الموضوع مش بالبساطة دي برضو للأسف يعني. طب انت ليه مش مبسوط في جوازك؟ أنا آسف يا أستاذ علي بس يا ريت تعفيني من الإجابة على السؤال ده لأني هضطر كده إني أقول أسرار المفروض إني أكون أمين عليها. وبعدين إن شاء الله أنا مسافر بره مصر ولو في نصيب مع مدام رانيا إن شاء الله هنعيش مع بعض لوحدنا تماما وبعيد عن أي مشاكل من أي نوع. أنا ما أخبيش عليك يا أستاذ رشدي، هي رانيا خايفة لا تجبرها على حاجة. أجبرها على إيه بس يا أستاذ علي؟ يعني مثلا تجبرها إنها تلبس النقاب؟ مستحيل. عموما أنا كل اللي أقدر أعمله إني أبين لها الصح وبالحجة. صح في وجهة نظرك ولا الصح المطلق اللي محدش غيرك يعرفه؟ الحلال بين والحرام بين. ولو الصح والغلط ما نقدرش نفرق بينهم يبقى ربنا هيعذبنا
أو يدخلنا الجنة ليه؟ أستاذ علي عندك حق. وبعدين أنا شايف إن هي لازم تكون مقتنعة بنفسها. وبعدين بصراحة أنا شايف إن مفيش أي حاجة تيجي بالإجبار، لازم يبقى اختيارها وتبقى مسؤولة عنه، وإلا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نجبر الناس على الإيمان، وده مش حقيقي إطلاقا. وفي آيات في القرآن بتوصل عكس المعنى ده. وبالنسبة أستاذ علي لمسألة النقاب ما تقلقش منها خالص، لأن ده موضوع في خلاف سواء كان مفروض أو لا، وأنا ما بفكرش كده. والله كلام محترم جدا، بس بصراحة كده هيفضل موضوع إن حضرتك متجوز ده مشكلة. أنا عارف، بس بصراحة أستاذ علي أنا من زمان يعني وأنا معجب بمدام رانيا من قبل ما تتجوز ومن قبل أنا ما التزم يعني. والله أنا ناوي إن شاء الله إني أعمل المستحيل علشان أسعدها وأتقي الله فيها. ولو في لحظة واحدة حست إنها مش سعيدة معايا أو في أي مشكلة، أنا مستعد أعمل اللي هي عايزاه فورا. ربنا يجيب اللي فيه الخير. فضلت قاطرها طول اليوم لغاية ما وصلت البيت بالليل ومعاها بنتها، وعرفت البنت بتخرج من المدرسة امتى وبتركب باص كام واسم السواق وكل حاجة. على فكرة البيت بتاعهم مش صعب ان الواحد يدخله، بس هو في هناك كلب غبي يا باشا عايز له خطة لوحده. سعادتك عارفه اكيد، والباب الرئيسي عليه فال كتير، انما لو حضرتك عايز ندخل انا ممكن انزل من السطح. كويس. علي بقى رجع متأخر يا باشا، يعني عشان ما اطولش على حضرتك بكره ان شاء الله ناوي افتح معاها كلام وخليها تطمن لي على الاخر، عشان لما حضرتك تحب تنفذ اللي احنا عايزينه نبقى جاهزين. تمام يا حسين، استمر. الو. ايوه يا قمر. ايه ايه ايه؟ طب ما دام انت شايف ان انا زي القمر ما تشوف يا عريس، ولا هي صحوبيه على الفاضي؟ عريس واحد بس؟ ده انا اجيب لك دسته عرسان ووقفهم كده طابور قدامك وتختاري اللي انت عايزاه. بس قولي لي ايه الاخبار؟ انا ما عرفتش اكلمك النهارده خالص، اصل كان عندنا قلق جامد، والكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي فيه خطر كبير عليا. لو استاذ صلاح عارف ان انا سربت لك اي حاجه زي دي هيمشين، وساعتها والله العظيم والله العظيم يا سامي لاقول لمراتك ان انت كنت بتعاكسني، وعليا وعلى اعدائي بقى. لا لا لا، بوس ايدك، مفيش مخلوق هيعرف اي حاجه. هو الواد تيسير اللي سرق الملفات من عند ياسين بدوي واداها لاستاذ صلاح. حلو قوي قوي. مع السلامه. مدام دينا، ازاي حضرتك؟ اهلا، ازاي حضرتك؟ فاكراني؟ فرصه سعيده طبعا. انت بتشتغل هنا؟ لا ابدا،
معلش يا مدام دينا، انا مش عايز اكون بضايق حضرتك ولا عايزك تفهميني غلط، بس دي مش صدفه. انا كنت محتاج من حضرتك حاجه، خدمه. ازيك يا سامي؟ ازيك يا استاذ علي؟ امال المدام فين؟ المدام اخذت حبيبه وراحت المول. بقى لها كتير؟ بقى لها حوالي ساعه كده تقريبا. ماشي. احضر لحضرتك الاكل؟ لا لا بعدين بعدين. وانا معرفش حضرتك ممكن تيجي امتى، فقلت انزل اقعد ساعه. جيتي وعديتي من قدامي يبقى ربنا عايز كده، ما جيتيش يبقى خلاص. خلاص ايه؟ لا معلش انا عايزه افهم. ماشي، بس نتفق على حاجه الاول. لو ما صدقتيش اللي هقوله لك بقول لك انك سمعت حاجه، عشان انا ممكن اتاذي. أنا لما عرفت حضرتك تلقيني حسيت إن ربنا أخيرا استجاب لدعوة أمي امبارح، وإن الحق ممكن يرجع لصحابي. يمكن لأني ابتديت أمشي في السليم وقررت إن أتعالج، فربنا الحمد لله كافئني. حضرتك تبقي بنت مرات الأستاذ ياسين بدوي. أيوه مظبوط، عرفت منين؟ أنا عارف حضرتك ووالدة حضرتك والأستاذ ياسين وكلكم، لأن أنا مدام أبا ابن الأستاذ ياسين بدوي. أستاذ علي، في حاجة جاية لمدام دينا. سامي، ايوه. مين اللي جاب كيس ده هنا؟ واحد عامل من بتوع التوصيل. شكله ايه يعني؟
مش عارفه والله يا استاذ علي، شكله عادي يعني. شكله عادي يعني ايه؟ جاب حاجه هنا قبل كده؟ اه جه قبل كده كذا مره، وكان بيجيب اكياس زي دي لمدام دينا، وانا كنت بديها لها على طول والله. عامل ايه؟ الحمد لله. والدتك كويسه؟ كويسه. اه مش تأثير، انا عايزك تسيب القضيه بتاعه الصرافي. ليه يا فندم؟ مش هينفع غير اكلمك بصراحه. أنا عارف إنك عملت كده بسبب المشاكل اللي بينا، بس المشكلة المرة دي إن الموضوع اتعرف ولازم أتصرف، وإلا هيبقى شكلي إن أنا بشجع أي حد في المكتب هنا إنه يعمل أي حاجة هو عايزها ومليش عين ألوم. هو في إيه يا أستاذ؟ أنا مش فاهم. أنا عرفت إنك أنت خدت ملفات المكتب هنا وديتها المكتب صلاح فياض. سامي عرف ونادي عرفت، ومش بعيد كل اللي في المكتب دلوقتي زمانهم عارفين. انت كنت في الاول بتحاول تدمر نفسك، لكن دلوقتي انت بتدمر المكتب باللي فيه. كل اللي في المكتب هينضروا. انا مش هقول لك على المشاكل اللي حصلت بسبب الملفات دي، يكفي اقول لك ان لما بنتي جاتني عشان اخد لها حقها من صلاح فياض ما قدرتش بسبب اللي ممكن يكون ماسكه عليا. تحت امرك يا استاذ. اي حاجه انت عايزها. انا ما كنتش اتمنى ان الامور توصل للدرجه دي. مرتبك هيفضل ماشي زي ما هو لغايه لما تلاقي شغل في مكتب تاني، والالتزام اللي انا ملتزم بيه ناحيه والدتك هيفضل برضه مستمر حتى لو اعترضت. مش من حقك انك انت تعترض. تيسير، انا مش هقدر اثق فيك مره تانيه. أي كارثة وأي مصيبة هتحصل أحس إن أنت وراها. سلم الملف بتاع القضية لنادية وربنا يوفقك في أي مكتب تاني. دي كل الملفات صح؟ هو ده ملف قضية الصرافي؟
حلوه. صباح الفل والجمال والياسمين يا معلم. صباح النور يا سيدي. ايه مالك مبسوط كده ليه؟ وقع ابن الهرمه طلع هو اللي سرق الملفات من المخزن، وانا جبت عليه دليل ما يخرش الميه. تصدق بالله يا سامي، انت لو ركزت ربع التركيز ده في شغلك هتبقى احسن محامي في مصر. ما تعكرش مزاج الله لا يسيئك، ده انا في قمه فرحتي. كان فاكر انه هسيبه بعد ما حرق لي العربيه يا ابن ال ولا بلاش الشتيمه. دلوقتي بقى تلاقي السكه فاضيه والعصفوره قاعده مستنيه السدر الحنين اللي يطبطب عليها. الله يكون في عون مراتك. يا عم افتكر لنا حاجه عدله. عارف يا علي، احلى وقت تعمل فيه علاقه مع الواحده لما الواحده تكون لسه خسرانه علاقه مع واحد بتحبه، بتبقى جاهزه وضعيفه وانت تخش مستريح. سلام يا علو. ايوه يا استاذ علي، المدام بتحاول تكلمك على الموبايل. هي على تليفون المكتب الارضي وبتقول ان الموضوع مهم جدا، اوصلك بيها؟ ماشي. ايوه يا علي، انت خدت حبيبه من المدرسه؟ اشمعنى؟ انت هناك؟ ده انا بقالي ساعه مش لاقيه، الراجل بتاع الباص بيقول ان في واحد جه اخدها. واحد مين؟ شكله ايه يعني؟ مش عارفه يا علي، مش عارفه. طيب خليك عندك وما تنميش من عندي غير لما اقول لك. ها؟ كلمت اداره المدرسه؟ انا كلمت كل الناس. انا هبلغ البوليس يا علي. لا بلاش البوليس، خليك قدام المدرسه وانا جاي لك دلوقتي حالا. انا متشكر جدا يا استاذ علي، ده الكارت بتاعي، لو احتجت اي حاجه ارجوك تكلمني على طول. ايوه. الو، ازيك يا متر؟ كله كويس، كله كويس ان شاء الله. انا بس كنت عايز سيادتك في خدمه ضروري. امورني يا بنتي، كنت رحنا نجيبها من المدرسه ومش لاقيينها. ايه الكلام ده؟ حصل من امتى وهي في مدرسه ايه؟ ايوه دينا، في اخبار؟ طيب انا كلمت واحد ظابط صاحبي وقال لي انه هيتصرف. خليك عندك، ما تتحركيش، انا جاي لك على المدرسه، ما تنقليش من عندك. يا صباح الجمال يا علو حبيبي، عامل ايه يا قمر؟ ما بتردش ليه؟ في حاجة ضايعة منك يا حبيبي؟ ورحمة أبويا، لو طلعت أنت اللي عملت كده أنا هعيش عمري بس عشان أفكر إزاي أدمرك. كل اللي بنتي. إهدى بس يا علي، مش كده، أنا مش متعود عليك كده يا حبيبي. وبعدين مش يمكن يا علي تكون دمرتني فعلا بس مش واخد بالك. أنت أخليت بالاتفاق اللي بينا يا علي. اتفاق إيه؟ لو متخيل إنك ممكن ترجع في أي كلمة أو اتفاق اتفقته معايا تبقى غلطان. وأنا قلت لك قبل كده، مش أنت لوحدك اللي هتدفع الثمن. اللي حواليك يا علي، الناس اللي مالهمش أي ذنب هي اللي هتتضر. أنت اللي اخترت أول ما صرفت من الفلوس بتاعة المخدرات، أنت اللي اخترت إني أحل لك قضية الدكتور الهلالي، أنت اللي رحت وخدت التليفون بتاع القتيلة وأنت عارف الثمن يا علي. أنت اللي قتلت مرات الدكتور مش كده؟ يمكن، وفي الحالة دي كان المفروض تروح تبلغ البوليس وتودي الدليل للنيابة بدل ما تعمل نفسك بطل وتكسب. احتمال أكون أنا اللي قتلتها، بس الأكيد إنك اشتركت معايا في الجريمة لما كذبت وخبيت الحقيقة. عايز بنتك؟ بس قدامك يومين والفلاشة اللي عليها الحرز بتاع الصرف تكون معايا. قلت ايه؟ البنت فين؟ تعالي يا حبيبي اكلمي بابي. الو يا بابي، انت فين؟ حبيبي يا حبيبتي، انت كويسة؟ اه يا بابي انا كويسة. تعرفي انت فين يا حبيبتي؟ انا في البيت. سلام يا علي. ايوه يا دينا، انا خلاص عرفت البنت فين. اطلع البيت دلوقتي حالا. سيدي وديك السرور انا وصلت احلامي. افتح السبيكر. ايوه. اي حسين، انا مدام دينا. اهلا، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله.
انا معايا الفلاشه اللي انت طلبتها مني. والله طب تمام. طب حضرتك بصيتي فيها؟ اه بس ما فهمتش حاجه خالص. اه اصلا ممكن يبقى متسجل عليها اكتر من حاجه فعلا. طب لو حضرتك تحبي نتقابل ونشوفها مع بعض. طيب نتقابل في المول؟ المول؟ معلش يا مدام انا مش هقدر اجي المول النهارده. لو حضرتك يعني ممكن تيجي لي يبقى كتر خيرك. والمكان مش بعيد برضه عن التجمع. فين؟ في المقطم. في المقطم؟ طيب اديني العنوان. شارع 9 الرئيسي. عمارة رقم 45. في نت هناك بتاع واحد صاحبي ممكن نبقى نبص فيه على الفلاشة. هستنى حضرتك. في حفظ الله يا مدام. اطلعي وانا وراك يا. ما بلاش يا علي. بقول لك ايه؟ دي الطريقة الوحيدة اللي هنعرف نجيب بيها الواد ده. لو رحت انا لوحدي الواد ده هيشوفني هيهرب. ما تقلقيش انا وراكي، مش هسيبك لحظة. طيب. يلا يا مجدي، مجدي، يلا، يلا بينا. أستاذ علي إيه الأخبار؟ استنى لما تشوف. أهلاً يا مدينة، إزي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي. اشربي. لا لا ميرسي، أصل لازم أمشي عشان والله ما ينفع، لازم أشرب حاجة. معلش أنا آسف، معلش أجيلك المول النهاردة. ليه؟ اشربي. أي حاجة. بقول لك ايه، انا هخش اشوفها لو حصل حاجه هكلمك. ها ماشي، ركز. طمن يا استاذ علي. حضرتك جبت معاك الفلاشه؟ ايوه. تمام. يعيننا ربنا، يبقى سهل ان شاء الله. ماشي. انا عايزك تقول لي واحد وتجيب لي قرار. انا مش عارف انا ممكن اوصل معاه لحد فين، بس اي معلومه، صوره، زله هتفيد باذن الله. مين؟ سامح السرف. نعم سامح السرف. ما تقلقش، انا جمعت عنه معلومات كتير، بيسهر فين وبيمشي مع مين،
واعتقد ان الاماكن اللي هو بيروحها سهل على واحد مخضرم زي كده طول. ربنا خليك، بس مش صعب شويه؟ يعني ايه؟ يعني بعون الله دايس، ولازم اطلع باي مصلحه من الموال ده. تطلع تنزل، المهم انك تجيب لي اراك. قشطه. ايه يا حبيبتي بترسمي ايه؟ برسم انا ومامي. وريني كده. طب ومامي بتعيط ليه؟ عشان ساعة ما انا اتخطفت. بقى تشر عليك يا حبيبتي. قولي لي بقى، مين الراجل اللي جابك هنا؟ اوف، ما ماما سألتني وقلت لها ما اعرفش. يعني انت مش شفتيهوش قبل كده؟ لا شفته. فين؟ هنا في البيت. يعني لما جابك؟ اه. طيب ما تعرفيش تقولي لي هو شبه مين؟ شبه جد وشبهك وشبه مستر جون. انا رسمته. يلا يا حبيبي عشان تتعشي وتنام. دينا. نعم. بقول لك ايه؟ عايزين النهارده يعدي على خير. ها؟ خلاص يا علي، ما قلت لك اعتبرها مرض ولا بلا ازرق لحد ما تغور. بالظبط، هي دي الروح الحلوه اللي انا مستنيها منك. مساء الخير. مساء النور. اتفضل. هاي. شكرا يا استاذ. الحمد لله، اتفضلوا. اتفضل. ازيك يا شيخ؟ اتفضل. الو، عايز اكلم حامد. انا حامد. انا عبد الحفيظ تمرجي في مستشفى الدبرداش. بقول لك ايه، هو انت عندك بنت؟ ايوه. بتسال ليه؟ بنتك عملت حادثه وجابوها عندنا في المستشفى. ايوه. لا لا لا، هي كويسه بس عايزه نقل دم. معاك ورقه وقلم؟ اكتب مستشفى الدبرداش اوضه 52. أنا جاي حالا. شكرا شكرا. شيرين أصرت وإحنا جايين إنها تجيب حاجة، قعدتها ثلاث ساعات تلف لغاية ما اختارت البرواز ده. ميرسي، ما كانش له لزوم. بالعكس، دي حاجة بسيطة أوي. طيب أنا هروح أكمل العشاء. هاجي معاكي. لا لا، ما تتعبيش نفسك. لا لا لا، بليز. ربنا يستر. هيستر ان شاء الله. ها، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. واخبار مكتبك الجديد ايه؟ لا لسه بدري، يعني قول مثلا على اخر السنه عشان يبقوا خلصوا شغل فيه. ولسه حتى انا مش عارف ممكن ابتدي شغل فيه من امتى. ربنا معاك.
المهم ما تاخدش حد من عندي من المكتب. عيب يا استاذ، انت محتاج توصلني على حاجه زي كده؟ لا خالص، ولا عملاء ولا موظفين ولا اي حد خالص، ما تقلقش. ماشي يا علي. نورنا يا استاذ والله. الله يخليك. ميرسي يا دينا على العزومه الحلوه دي. لا ميرسي على ايه، دي حاجه بسيطه. انا نفسي بجد نبقى اصحاب ان شاء الله. بقولك ايه، انا بقالي يومين كده انا وياسين عمالين نلف على قاعه صغيره عشان الحفله، ايه رايك تيجي معانا بكره؟ ساميه طلعي الاطباق دي على السفره. حاضر. أنا متشكرة قوي على الهدية اللي جبتيها، وميرسي قوي إنك بتطلبي مني الطلب ده، بس أنا فعلاً زي ما أنتي قلتي، أنا ما أقربش أي حاجة خالص للراجل اللي أنتي هتتجوزيه، فأنتي مش مضطرة خالص تيجي على نفسك وتطلبي الطلب ده. ليه بتقولي كده؟ ده نتمنى حتى إن إحنا نبقى عيلة واحدة. بس أنا ما أتمناش، لأن أنا لو نسيت اللي كان بينك وبين جوزي مش هقدر أطنش اللي أنا شايفاه. بصي أنا ماسكة نفسي بالعافية، بس مش عايزة أعمل مشاكل. انتي فعلا غريبة قوي، يعني انتي تحبي اضحك عليك واعمل ان احنا اصحاب وانا مش طايقة اشوفك قدامي؟ انا بعمل كده. انتي حرة، وبقولك تاني انتي مش مضطرة تعملي كده. اللي ايه صحيح اللي انتي شايفاه ومش عاوزة تتكلمي عنه؟ انتي يهمك رأيي في ايه؟ لا انا رأيك ما يهمنيش خالص، هي المشكلة بس انه فارق مع ياسين. طيب انت لو فعلا بتحبي ياسين ومش واخده وسيله عشان تعملي حاجه في دماغك او تنتقمي من حد، فطلعيني انا وعلي من دماغك خالص، وانا وعدتك اني مش هعمل لك مشاكل. يا ريت، بس والله ده علشانك انت مش عشاني. ونصيحه، بلاش تعدي. علي
فين يا علي؟ حكاية طويلة قوي. وهتحكيها لي ولا هتألفها الأول؟ إيه اللي أنت بتقولي ده؟ إيه الحاجات دي؟ مش فاهم، هو في إيه؟ الحاجات دي اللي اتسرقت من عند بابي في البيت، صح؟ قول لي يا علي ما تكذبش. يعني أنت متصورة مثلا إن أنا هروح أسرق شقة باباكي؟ أنا ما أعرفش. أنا عن نفسي مش عارفة حاجة. علي أنا مش عايزة أبقى بضايقك ولا بتهمك اتهام غلط. إيه اللي جاب الحاجات دي هنا؟ ممكن يكون ده الدليل بتاع القضية اللي قلت لي عليها وأنت بعت حد يسرقها، صح يا علي؟ بس ليه؟ حد بيهددك؟ طب ما أنا حد هددني خطفوا حبيبة. علي احكي لي يا علي، مش انت كنت دايما بتطلب مني انك تحكي لي؟ انا شريكة حياتك لازم ابقى عارفة، مش انت اللي دايما بتطلب مني ده؟ احكي لي يا علي بدل ما انا قاعدة مش فاهمة حاجة كده. انا ما نمتش من امبارح ولازم استريح. مش هتنام غير لما تحكي لي الحقيقة. مش هتفهمي. ليه يا علي، غبية؟ مش هتصدقي. طب جر. انا مش عارف لو قلت لك ايه اللي ممكن يحصل. مش هيحصل حاجه، انا هصدقك وهقف جنبك وهساعدك. علي انا ما نمتش طول الليل. الموضوع مش بس الحاجات اللي اتسرقت من بيت بابي، كل اللي حصل لنا الفتره اللي فاتت ليه علاقه ببعضه. علي انت شايل حمل كبير قوي ومحتاج اللي يشيل معاك، ما تشيلش فوق طاقتك. احكي لي، مش كل يوم هقعد مستنيه المصيبه اللي هتحصل لنا. أنا كنت متصور إني ممكن أتصرف، كنت فاكر إن الحكاية سهلة، كنت فاكر نفسي ذكي قوي، وهو استغل ده وما ادانيش أي فرصة. مين ده؟ الحكاية ابتدت بمسابقة. مسابقة؟ مسابقة في الراديو، جايزتها 100,000 جنيه، نفس المبلغ اللي كنت مسنوق فيه. كنتش فاكر أبدا إن ده فخ. ايه اللي انت بتقوله ده يا عادي؟ دينا ارجوكي سيبيني اكمل للاخر وبعد كده بفكري في كلامي براحتك، لان انا تعبان ولازم استريح. طيب كمل. انا اشتركت في مسابقه في الراديو وجاوبت صح، وبعدين في واحد كلمني من رقم مجهول وقال لي برافو يا علي انت كسبت 100,000 جنيه. رحت عشان استلم الجايزه لقيت نفسي في مكان غريب قوي، شقة في حتة مقطوعة في المقطع. فتحت لي الباب واحدة شكلها غلط وحاولت تسرقني وطلعت مسدس عشان تهددني بيه. حاولت أدافع عن نفسي ومسكت منها المسدس، طلعت منه رصاصة وجت فيها. تاني يوم جالي ظرف على البيت هنا، الظرف يا دينا اللي أنت جبتيهولي. كان في صور ليا مع الست دي، صور وأنا ماسك المسدس وصور وأنا بقتلها. يعني تقتلها؟ ما طلعتش ماتت، طلعت تمثيليه، حركه عشان يجيبوا رجلي، بس حركه صح، حركه مدروسه. الراجل ده كلمني تاني من نفس الرقم المجهول وهددني انه هيبهدلني وهيفضحني ويديني في 60 داهيه. اضطريت اسمع كلامه. كل اللي كنت بفكر فيه ساعتها بنتي وانت يا دينا. طلب مني حاجات، كنت كل ما بنفذ له طلب بيمسك عليا زله جديده، وبيطلب مني طلب اصعب وطلب ورا التاني، مبقتش عارف اعمل ايه. الراجل ده غريب جدا، عارف كل حاجه، زي ما يكون عايش معايا بالظبط، زي ما يكون ضلي. كان عارف اني مزنوق في 100,000 جنيه، وكان عارف ان اجابه المسابقه موجوده على البورد اللي في المكتب، وهو اللي حط السي دي في العربيه، السي دي اللي عليه المسابقة. ما هو ما طلعش الراديو، وهو اللي جه هنا البيت عشان يسرق، وهو اللي خطف حبيبة، وهو اللي ضرب نار على ياسين، وهو اللي قتل منصور الشحات. علي شكلك تعبان قوي. علي اطلع نام شوية وهنكمل اللي احنا. يا دينا انا عارف انا بقول لك ايه، انا ما بخرفش، انا عارف كويس قوي.
ده راجل غريب جدا. صدقيني احنا ممكن نكون متراقبين دلوقتي. ممكن يكون حاطط اجهزة مراقبة. اجهزة مراقبة؟ اه. ممكن يكون حاطط كاميرات، كاميرا هنا في المكتب مثلا. أو في الصالة. أو في أوضة. علي. دينا البنت الشغالة اللي جت دي، أنت جبتيها منين؟ علي عشان خاطري. اطلع نام، اطلع نام شوية وهنكمل كلامنا. يا دينا صدقيني أنا مش مجنون. ده عارف كل حاجة. زي ما يكون عايش معايا. ده خليني شكيت في كل اللي حواليا. أنا بقيت فاهم مين اللي بيعمل كده. ياسين ولا شيرين ولا سامي ولا غاده ولا اسراء ولا ناديه؟ ده انا شكيت في امي. وانت يا دينا؟ بس انت لا يا دينا، انت بتحبيني طبعا. الوحيده اللي ما شكتش فيها هي حبيبه. حبيبه مين؟ حبيبه يا دينا. حبيبه بنتي. بنت دينا ما تستهبليش، انا مش مجنون. حبيبة فين يا دينا؟ حبيبة مين يا علي؟ حبيبة بنتنا. حبيبة، حبيبة، حبيبة انت فين؟ حبيبة انت فين يا حبيبة؟ علي انا ما بخلفش يا علي. واضح انك خدت حقنة مهدئة او حاجة زي كده. انا فعلا كنت في المستشفى وممكن جدا تكون حاجة زي كده حصلت. يبقى تأثيرها اتأخر شوية. وانا كنت بهلوس ولا ايه؟ الحمد لله الحمد لله. طب حد بس يفهمنا يا جماعة في ايه؟ هو بس انت كنت بتنام وتصحى وفي ناس جابوك هنا بعربة المستشفى. استاذ علي انا كنت عايز ادردش معاك شوية. في ايه؟ يعني المدام دينا كانت كلمتني، قالت لي انك قلت لها في حد بيكلمك في التليفون حاجه كده يعني. فحضرتك شايف ان انا مجنون؟ اطلاقا. المدام ومامتك عايزين يطمنوا عليك، وانا شايف ان انت زي الفل. طيب اتفضل تحت امرك. يعني انا من اللي شفته وسمعته من المدام انك حكيت مجموعه حكايات كده مش مترابطه باستثناء قصه التليفون. قصة التليفون؟ طب ما قصة التليفون دي حقيقية وبتحصل فعلا. يعني في حد كلمك فعلا في التليفون؟ أيوه. وطلب منك تعمل حاجات غلط؟ أيوه حصل. زي إيه مثلا؟ يعني مثلا طلب مني إن أنا أوصل شنطة فيها مخدرات لناس مجرمين. وأنت فعلا عملت كده؟ اضطريت إني أعمل كده لأنه خلاني أتخيل إن أنا قتلت واحدة وصورني وبعت لي الصور دي وهددني انه هيفضح. يا نهار اسود، انت عملت كده فعلا يا علي؟ دايما هنعرف كل حاجه دلوقتي. طب انت ما حكيتش الحكايات دي كلها ليه الاول لمدام دي؟ يعني كنت فاكر الموضوع هيعدي بسرعه، وبصراحه خفت لما تصدقنيش ويحصل لي مشاكل. طب يعني هو كان يعني كان بيوصلك الشنطه ازاي؟ بيكلمك؟ بيقابلك؟ بتشوفه؟ لا انا عمري ما شفته. هو دايما بيكلمني في تليفون وبيقول لي اعمل ايه بالظبط وانا بضطر اسمع كلامه. طلب منك حاجه تاني؟ حاجات كتير قوي. يعني مثلا حاجات ليها علاقه بشغلي. يعني ساعدك في حل قضيه مثلا؟ حصل. استاذ علي مش شايف ان الموضوع ده غريب شويه؟ ازاي حد يقدر يخترقك كده ويخفي هويته؟ في حد بيساعده مثلا؟ انا فعلا قدرت اوصل لواحد بيساعده، واحد بيشتغل معايا اسمه حسين عجوة. استاذ علي انت مش شايف ان موضوع التليفون ده على بعضه كده ممكن يكون وهم؟ لا مش ممكن. في حد سمعك وانت بتكلمه في التليفون؟ لا ما حصلش. طب في حد من الناس اللي حواليك يعرف حاجه عنك زي اللي هو يعرفك؟
مقدرش اقول ان في حد عارف كل الحاجات دي، بس يعني في ناس كتير تعرف تفاصيل كتير قوي من اللي هو عارفها. والناس دول انت بتشك فيهم؟ اكيد. زي مدام دينا مثلا؟ انا مش مستريح للكلام ده. انت تقصد ايه يا دكتور؟ استاذ علي انت راجل محامي مثقف معروف، كلنا معرضين لضغوط كبيره في الحياه ممكن تخلينا نتجنن. ها انت عايز تقول ان انا مجنون؟ اي حد فينا معرض انه يصاب بانفصام، وخصوصا اذا كان في تاريخ مرض للعيله. ده كلام فارغ وتخريف، وانا مش مجبر اساسا ان اسمعه. ده اول عرض من اعراض المرض، انك ما تعترفش بالمرض. يا سلام، يعني عشان اثبت لسعادتك ان انا مش مجنون لازم اقول ان انا مجنون؟ طب يا سيدي انا مجنون، قول لي انت بقى يا عيل الحاجات اللي انا عملتها والاماكن اللي رحتها دي تفسيرها ايه؟ ممكن مرض زي ده يدفعك لارتكاب سلوك اجرامي، وبما انك محامي كبير وضميرك صاحي وقوي ممكن عقلك يخليك تخترع شخصيه زي دي بتأمرك بارتكاب الجريمه، وبما انك مش قادر تقاومها او ترفضها ويحصل لك نوع من انواع التطهير والاستسلام. والله يا دكتور انا شايف ان طبيعه عملك هي اللي مخليك تفترض الافتراضات دي وتشوف كل الناس مجانين. طب قدم لي دليل واحد يثبت لي صحه اللي انت بتقوله. انا خلاص كنت هوصل له امبارح، كان بيني وبينه خطوه واحده بس، بس للاسف ضربني على دماغي وما فوتش غير في المستشفى. ولا دي كمان بتغالها؟ وبعدين حصل لك ايه في المستشفى؟ مش عارف، انا ما كنتش في وعي، بس يعني اكيد ادولي الحقنه اللي حضرتك بتتكلم عنها، وبعد كده خيطوا لي الجرح اللي في دماغي. مفيش جرح يا استاذ علي. استاذ علي انا بحاول اخاطب المنطق والعقل السليم اللي جواك، بحاول اساعدك عشان نوصل للحقيقه. كل الحاجات اللي انت عملتها والاماكن اللي انت زرتها بناء على طلب التليفون اللي بيجي لك ما تعرفش عنها اي حاجه، مفيش حد كلمك عنها ولا في اي علاقه تربطك بيها. ايه مالك فيه؟ الظابط اللي كنت كلمته عشان موضوع حبيبه هنا ومعاه ظابط تاني وعايزك. اه ما تقلقيش، هو له قضيه عندنا في المكتب اكيد عايزني عشان كده. اروح اشوفه. اهلا يا باشا. اهلا يا استاذ علي. معلش انا اسف، احنا جايين من غير ميعاد، بس الموضوع ما يتاجلش لبكره، وكمان ما حبيتش اكلمك في الموبايل، كنت لازم اقابلك الاول. اعرفك النقيب محمد شكري من إدارة البحث الجنائي، معايا في المدرية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، اتفضلوا. اتفضلوا. أستاذ علي حضرتك لما كلمتني عشان موضوع حبيبة، إحنا عملنا شوية تحريات. بعد إذنكم عايز أعرف الموضوع. تعالي يا طيب. التحريات دي أنا كلفت بيها شكري. وصلنا لحاجات لازم أسألك عنها، وخصوصًا إن اللواء أمين رئيس إدارة البحث الجنائي خد خبر والموضوع بقى رسمي. والله انا ما كنتش عايز الموضوع يوصل للدرجه دي. انا قلت لك خلاص الموضوع خلص ومش مستاهل. سعادتك بقى اللي عايز تتعب نفسك. وصلت للي خطف حبيبه. الحكايه مالهاش دعوه بموضوع حبيبه على الاقل لغايه دلوقتي. مش فاهم. افهم حضرتك. لما ابتدينا نشتغل في القضيه انا عملت تحريات عن حضرتك، وخصوصا خلال الاسبوعين اللي فاتوا. في حاجات بمنتهى الصراحه محتاجين سيادتك توضحها لنا. في جريمتين قتل حصلوا للناس انت احتكيت بيهم، واحدة منهم في نفس المكان اللي انا قابلتك فيه. هو انا متوجه للاتهام ولا حاجة؟ انا مش واخد بالي مثلا. لا يا استاذ علي، انا ما اقدرش اقول الكلام ده حتى لو انا ما اعرفكش، لكن ممكن تبقى شاهد او عندك معلومات تفيدنا، وممكن برضو ده احتمال يكون ليه علاقة بموضوع الخطف. حضرتك قلت لي بنفسك انك شغال في قضايا حساسة، ممكن يبقى ليك اعداء. طب يا ريت سعادتك توضح اكتر. في واحد حضرتك زرته في السجن، سجن الاستئناف، اسمه نبيل السرجاني، مظبوط؟ اه حصل. تاني يوم رحت زرت احلام بنت اخته في كباريه جوكر في شارع الهرم. المقابله انتهت انهم حجزوك في القسم. انا اسف يا مدام، حضرتك اللي كنت عايزه تسمع الكلام ده. لا سعادتك ممكن تتكلم براحتك، انا ما بخبيش عنها حاجه. بعد كده ب 10 ايام تقريبا حضرتك طلبت انك تزور نبيل السرجاني تاني، وده ما حصلش. ايوه، لانه اتقتل في السجن. وبعديها بيوم احلام بنت اخته اتقتلت. اتقتلت؟
ايوه في شقة في المقطم في نفس المكان اللي احنا تقابلنا فيه. احنا كلمنا اسم المقطم ودونا ملف القضية، وكلمنا النقيب مرتضى من إدارة مصلحة السجون ودونا كل المعلومات عن قضية موت السرجاني، والغريب ان ملف قضية احلام وملف قضية السرجاني ما فهمش اي استجواب لحضرتك. اعتبرنا بنستكمل التحقيق. اه بس لو الكلام ده بشكل رسمي لازم ساعتك توريني اذن النيابة. لا مش بشكل رسمي، اعتبرنا من دردش يا اخي. ماشي. نبيل السرجاني كان موكل عندي وكان عنده مشكله مع بنت اخته، وطبعا مش هعرف احكي لسعادتك المشكله دي ايه لان دي اسرار شغل. رحت اللي اسمها احلام دي عشان اخلص معها الموضوع في مكان شغلها، تطولت عليا والموضوع قلب للخناقه اللي سعادتك سمعت عنها. بس طب وشقه المقطم مالها؟ يعني مش ملاحظ حضرتك ان هي غريبه ان انا قابلك هناك وهي تتقتل هناك؟ لا مش غريبه ولا حاجه، لان احلام ساكنه هناك او بالاصح بتشتغل هناك. بتشتغل؟ المره اللي انا قابلت سعادتك فيها دي كنت لسه نازل من عند احلام، وكانت اول مره اتكلم معاها في المشكله بتاعت خالها، وكانت اول مره برضه اخش شقه من النوعيه دي. اه تمام. في اي حاجه تانية اقدر اساعدك فيها بشكل غير رسمي؟ لا يا استاذ علي كده الموضوع بقى واضح جدا، وانا اسف مره تانية للازعاج. لا ابدا، سعادتك ممكن تشرفني في اي وقت. يلا شكري. عن اذنك. السلام عليكم. شرفت. مرة تانية احنا بنعتذر لك يا استاذ علي على اللي حصل. وانا مرة تانية بقول سعادتك مفيش حاجة وتقدر تشرفني في اي وقت. مع السلامة يا استاذ علي. مع السلامة. شرفت يا فندم. شرفت. يا عمر باشا كنت عايز اسال سيادتك سؤال، واول مره لما تقابلنا ساعتك لقيت المحفظه فين؟ في حد اداها لك؟ ايوه. اقدر اعرف مين؟ بواب العمارة. شكرا. عن اذنك. الحمد لله. مش قلت لك ما تقلقيش؟ ان شاء الله كله هيبقى كويس. لا انا مش قلقان. انت بتعرف تكذب كويس قوي. ايوه يا استاذ. امبارح الضابط سأل عليه ومتهيألي راح له البيت. لا مش عارفه. وفي حاجه تانية، نصر اللي شغال كاتب في المحكمه جاله المكتب هنا، متهيألي هيخليه يدور له على خليل النجم. ايه؟ طب لحظه واحده. حصل. والنهارده بالظبط هجيب لك العنوان بالكامل، بس لما معاون الاسم يكلمني عشان الواد ده كان خطر قوي واتحبس قبل كده في قضيه مخدرات. النهارده هيوصل لك كل حاجه يا كبير. اه انت ناوي ترجع في كلامك ولا ايه؟ ماشي. سلام. Thank you.
ايوه دينا، ازيك عامله ايه؟ والاستاذ عامل ايه؟ هو لسه جاي من شويه وكان شكله متضايق قوي، وبعدين دخل اوضه المكتب وقفل عليه. هو ايه اللي حصل؟ لا مفيش، اتخانق مع شيرين خناقه كبيره قوي وطردها من المكتب. بجد؟ ما تفرحيش قوي كده. وبقول لك ايه؟ اوعي تحكي له حاجه، سيبيه هو اللي يحكي لك لو عايز. ماشي؟ ماشي، لما يهدى هخش له وافهم بقى ايه اللي حصل. طيب خلاص ماشي. بصي لي حبيبه. يلا، باي. باي. حصل ايه قصر؟ في واحد هيقتلك يا علي. يقتل مين؟ انت بتقول ايه؟ هو كمان بياخد اوامر وما يقدرش يخالفها، في خلال 24 ساعة بالظبط من دلوقتي لو ما قدرتش توقفه هيقتلك يا علي. هو مين ده؟ انت ما تعرفوش، بس هو يعرفك كويس قوي. روح له يا علي، كلمه، روح له في اسرع وقت وحاول توصل له قبل ما يوصلك، لانه اول ما يشوفك هيقتلك. ليه؟ ليه ما انا عملت كل اللي انت عايزه؟ اسمعني يا علي، مفيش وقت، انا هبعت لك عنوانه في رساله، واعمل اللي انت شايفه صح يا علي. سلام. مساء الفل يا ريس. معاك حاجه؟ لا انا حبيت العربيه بس. ماشي يا ابو اتفضل. صباح على فل. بص يا استاذ علي، انا هاخدك معايا في صندوق العربيه، هخش انا المخزن وراح فاتح لك صندوق العربيه وخارج، هم بيقفلوا ورايا الباب، هتبقى انت براحتك جوه. دور على اللي انا قلت لك عليه، في صناديق حديد، في الغالب الصناديق دي بتبقى متغطية.
اذا لقيت اللي انت عايزه وتمام واتطمنت وانت خارج في اوضه على ايدك اليمين. الاوضه ديت الشباك اللي فيها ما فيهوش قضبان حديد، تقدر تنط منه في امان الامان. تنط من الشباك دوت محدش هيشوفك، تبقى في بيتكم. الو علي، لسه خارج من المخزن دلوقتي. تمام، بلغ. الو، ايوه يا اشرف بيه، ازي حضرتك؟ انا كنت عايز من سعادتك خدمه، هم في حاجه خدمتين، معلش انا بتقل عليك. كنت عايز ميعاد بكره الصبح من النائب العام شخصيا، في معلومات مهمه قوي لازم اقولها. المعلومات دي هتقلب قضيه ياسين بدوي. معلش يا اشرف، المعلومات دي لازم تكون عنده بكره الصبح بالكتير. طيب كويس قوي. ثانيا بقى، وده الاهم، ياسين بدوي لازم يتنقل من الزنزانه بتاعته باي شكل، او يتحط عليه حراسه مشدده. انا في معلومات عندي اكيد ان هو معرض للقتل في اي لحظه من دلوقتي. متشكر قوي يا فندم، واسف على الازعاج مره ثانيه. متشكر قوي، مع السلامه. يا دوك، علي راح المخزن النهارده. يعني ايه؟ يعني انت لو ما قتلتوش هتتقتلوا انتوا الاثنين. اطمن يا دكتور، كل حاجه تبقى تمام. اسراء. ايوه استاذ علي، هو ليه حضرتك ما جيتش المكتب النهارده؟ معلش يا اسراء، مش فاضي دلوقتي. معلش بس يا استاذ علي، في ورق كتير عندي محتاج امضاء من حضرتك. معلش خليه بعدين، مع السلامه. لا لا يا استاذ علي، ما ينفعش خالص، ده في حاجات لازم نبعتها بكره، واذونات صرف وشيكات ورق مستعجل لازم تقراه ضروري، وكل ده لازم يخلص النهارده ضروري جدا. لازم النهارده يعني؟ ايوه، ما ينفعش يستنى خالص يا استاذ علي. حاول يا استاذ علي، حاول حاول. طيب يا اسراء، انا في 6 اكتوبر ناحيه المنطقه الصناعيه كده، في كافيه هناك اسمه ريفييرا، ممكن اقابلك هناك. اوكي، لما تقربي كلميني بس وانا اقول لك هو فين بالظبط. يلا، مسافة السكة يا استاذ علي، مع السلامة. ايه يا دينا، عملت ايه؟ ايه يا علي، انا رحت للظابط ورحنا لعزة زي ما قلت لي. وبعدين؟ مش عارفة أعمل إيه يا علي، ولا أتصرف إزاي دلوقتي. أنا مش عارفة أعمل إيه، رد عليا. طب اهدي اهدي يا دينا، مفيش وقت. أنا عايزك دلوقتي حالا تروحي تاخدي حبيبة وتروحي على أوتيل اسمه تريمف في الخليفة المأمون. أنا هروح مشوار كده وأجي لك على طول. مشوار إيه يا علي؟ مش وقته يا دينا، مش وقته. طب خد بالك من نفسك. ما تقلقيش. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، مع السلامة. لا ما جراش حاجة، خير؟ بص حضرتك، ده الشيك بتاع المستشار مصطفى، لازم يتصرف قبل 9 الصبح. ماشي. وده جواب جه لحضرتك النهاردة. من مين؟ لا مش عارفة، مش مكتوب عليه أي بيانات للمرسل. طيب، إيه تاني؟ بص حضرتك، دي شهاده بمفردات المرتب، كان الاستاذ سالم بتاع الحسابات عايزها عشان عايز يشتري اجهزه كهربائيه بالقسط وطالبينها منه. ماشي ماشي. ومكتوب هنا دون ادنى مسؤوليه عن المكتب. بص يا استاذ علي، ده توكيل بتاع الاستاذ عوني محمد عبد السلام، ولازم تمضيه علشان بكره الجلسه بتاعت المحكمه. حاضر. انا
اسفه يا استاذ علي، يعني حضرتك شكلك تعبان جدا. معلش اليوم كان طويل وكان فيه مشاكل كتير. انت عايزه حاجه تانية؟ لا شكرا يا استاذ علي. ان شاء الله ربنا هيساعدك وتحل كل مشاكلك. شكرا. ميرسي يا استاذ علي. لا صح حسين، شكرا. بس لو كنت لفيت كنت هشوفك وهعرف انت مين. لو ده حصل هتعرف انا كنت بحاول امنعك ليه. عايزك تحس بجزء بسيط من نتائج افعالك وتحرك بالحزن يا علي. وانت الشيطان ها؟ ممكن. بتسمع بقى كلامي ليه؟ ورحمه ابويا، لو طلعت انت اللي عملت كده انا هعيش عمري بس عشان افكر ازاي ادمرك. مش يمكن يا علي تكون دمرتني فعلا بس مش واخد بالك. انت اخليت بالاتفاق اللي بينا يا علي. انت عمرك خدت جلسات كهرباء يا علي؟ خليني احكي لك من موضوع بسيط قوي بيمنعوا عنك الاكل والشرب عشان ما تتخنيش، وبعدين بيشيلوا من جسمك اي شيء معدني حتى لو كان حشو اسنان، وبعدين يجي ثلاثة أربعة يمسكوك يكتفوك ويبعدوك عن اي شيء بيوصل كهرباء، يوصلوك 270 فولت ويثبتوك كويس قوي عشان عمودك الفقري ما يتكسرش. كل اسبوع يا علي من 4 لـ8 جلسات. احلى حاجه بقى بعد كل جلسه متعرفش تشم شعرك يقع تقعد ترجع. 8 سنين وانا عايش في العذاب ده. 8 سنين وانا عايش جوا فكره واحده. مين اللي رماني الرميه دي؟ هو اخويا من لحمي ودمي. اوعى علي تكون مفكر ان انت اللي مستني اللحظه دي. لا، انا اللي كنت مستنيها من يوم ما فقت ولقيت نفسي مرمي في وسط المجانين ومحدش ثاقب فيا. انت عارف ان جلسات الكهرباء بتاثر على الذاكره؟ انا كنت فاكر ساعتها ان انا كنت عايش في وسط اهلي، كنت عايش في وسط ناس، عايش مش ميت. أنا عمري ما نسيتك يا علي وأنت بتسلمني الدكتور إسماعيل لما طلبتهم يجي ياخدوني من البيت ويرموني الرمية ديت.
وفاكرك يا علي وانت بتتفرج عليا وانا باخد اول جلسه كهرباء، وبعديها اختفيت. يا بس انا ماليش ذنب في اللي حصل لك ده، انت اللي اخترت الطريق ده ومحدش ضربك على ايدك. انت عملت فيا كل ده ليه؟ انا ساعدتك وديتك المستشفى عشان تتعالج. انت عمرك ما كنت عايزني اتعالج ولا عايزني حتى اخف. فاكر الدكتور اسماعيل لما ترجاك وكان عايزك تقعد معايا؟ ساعتها كان القرار قرارك وانت اللي اخترت يا علي، اخترت وكان القرار باختيارك. عارف يا علي كل خطوه كنت بخطيها معاك كان عندي استعداد ارجع، لكن انت كنت بتثبت لي في كل مره اني لازم اكمل، كنت بتثبت لي في كل مره ان انا معايا حق في اللي بعمله معاك. انا دايما كنت بحطك بين اختيارين ودايما كنت بتختار الاختيار الغلط، وكنت براقبك في كل خطوه يا علي حتى في بيتك. لا مش حقيقي، انت كنت بتجبرني، كنت بتهددني وانا بدافع عن بيتي ومراتي وبنتي. انت ما يهمكش يا علي غير سمعتك وشكلك قدام الناس وبس، علي المحامي صاحب المبادئ والاخلاق، حتى لو كنت تعمل عكس ده في السر. انا كل اللي عملته علي اني حطيتك قدام حياتك. وانت مين طلب منك تعمل ده؟ مين طلب منك تطلع وتعرفني حياتي؟ انا مش عايز اعرف يا سيدي. يعني كنت عايزني اسيبك عايش وانت فاكر ان انت كويس وانا وحش؟ ها؟ بان انت اخترت الصح وانا اخترت الغلط، فبالتالي ربنا كافئك وعاقبني انا؟ طب اعيش ازاي؟ تعيش ازاي وانت شايف اخوك مستقر وسعيد ومبسوط؟ وانت عايش زي الكلاب في صفيحه زباله عشان بتدفع ثمن غلطه انت لوحدك اللي مسؤول عنها. لازم طبعا تدمر لي حياتي. لازم تدمر لي حياتي عشان يبقى زيي زيك بالظبط. ولازم تيجي دلوقتي وتبرر كل الحقد والغل اللي بيحركوك من وانت عيل صغير. انا عمري ما كنت عايز ادمر لك حياتك يا علي، انا بس كنت بحاول اكسر لك القشره اللي انت بتغطي بيها وكل يوم بتقنع نفسك انها الحقيقه. انت فاهم ان انت كفء وما حصلتش عشان تحصل على وظيفه محامي في اكبر مكتب محاماه؟ فكرك يا علي ده كان ممكن يحصل بدون ما يكون في علاقه ما بينك وما بين بنت صاحب المكتب؟ انت فاكر يا علي ان انت شريف وصاحب مبادئ واخلاقيات؟ يجوز، بس انت يا علي صرفت فلوس المخدرات لمجرد ان ما يطلعش شكلك وحش قدام مراتك. انت سوق مخلص، صديق وفي، سبت خطيبتك القديمه ليه؟ كم مره خدت مراتك ورحت تزور امك بدون اي مناسبه؟ كم مره زرت اخوك؟ انت فاكر ان انت بتعمل اللي عليك لما بتدفع فلوس المستشفى؟ انت عايز تبان ان انت راجل عظيم كسيب بتضحي عشان لما ضميرك ينقح عليك تفتح درج المكتب فتشوف ايصال كل شهر فضميرك يستريح. بس انت كنت بتساعدني عشان اوصلك، كنت عايز نعرفك، كنت دايما بترميني مفاتيح حتت متقطعة من صورة كبيرة مش هشوفها إلا لو ترتبت جنب بعضها بطريقة صح. ده ما كانش هيحصل إلا في الوقت والمكان اللي أنت تحدده. كل ده ليه؟ عشان تسمعني الكلمتين دول؟ طالما الموضوع بيني وبينك، ذنبها إيه الناس اللي ماتت ها؟ ما حدش فيهم اتظلم، ما حدش فيهم ما كانش يستاهل الموت. تاجر مخدرات ومدمنة، يعني حسالة الحسالة. والسمسار اللي راح يسأل على الشقة ده برضه حصلت الحسالة؟ ما حصلوش حاجة، أنت بس ما كلفتش نفسك تروح تسأل عليه. وياسين اللي كنت عايز تقتله في السجن؟ ما كنتش هعمل كده، بس أنا كنت بديك دافع. شيرين. شيرين؟ خانت جوزها وجننته. أنت فاكر نفسك إيه ها؟ فاكر نفسك إيه؟ أنت اللي بتحدد مين يعيش ومين يموت؟ ليه؟ ده في رب يا أخي. انت مستحيل تكون بني ادم. انت ايه؟ ولا اي حد. كل واحد بيخطي خطوه ناحيه مصيره. كل واحد بيختار نهايته. كل واحد بيختار نهايته. كل ده عشان دخلتك المستشفى؟ طب تصدق بالله انا لو رجع بيا الزمن 100 مره كل مره هبلغ عنك وادخلك المستشفى. انت نسيت انت عملت فينا ايه؟ نسيت انك كنت السبب في موت ابويا الله يرحمه؟ انا
ما كنتش اقصد اعصبه لدرجه انه يجيله نزيف في المخ فيموت. بس ما اكدبش عليك يا علي، ما كانش في يوم بيعدي عليا غير ما افكر ازاي اموته. ما تزعلش كده يا علي، ما تزعلش، دي مجرد خيالات كانت بتيجي لاي طفل ابوه كان بيقهره او بيهينه او يحب اخوه اكتر منه. لما مات حسيت ان انا اتلعنت، ان الامل ضاع. قلت الطربقه عليا بالمره. علي علي، احنا ما قدمناش وقت. رد عليا، ما تغيرش الموضوع. انا استحملت كتير قوي اللي كان بيعمله ابوك فيا، واقنعت نفسي ان ده شيء طبيعي انه يكون بيحبك اكتر مني. مشيت حالي واستحملت اللي انت بتعمله معايا واللي بيحصل فيا من الدنيا، لغايه ما ظهر قدامي حلم جميل. قلت بس ده اللي هيغير كل حاجه في حياتي، ويمكن ده اللي هيميزني عنك. حبيت يا علي، حبيت واحده جميله وطيبه، كانت التعويض اللي بعته لي ربنا. وقلت بس هي دي الميزة اللي عمرك ما هتلاقيها، وعمرك ما هتلاقي حب زيها. وبعدين طلعت غلطان، البنت دي مش بس ما حبتنيش، ده حبيتك انت يا علي. ده طبيعي يا علي، ايه اللي هيخليها تحبنا وانت احسن مني في كل حاجة؟ بذمتك مش حاجة تجنن؟ أنا مش فاهم، أنت بتتكلم عن مين؟ رانيا يا علي، رانيا اللي أنا حبيتها، حبيتك أنت. أول ما لقيتها بتحبك يا علي أصرفت نظر عن الموضوع، وقلت خلاص لازم أستسلم لمصيري. عرفت ساعتها إن أنت كويس وإن أنت أحسن مني وأنا وحش. أنا لما أدمنت يا علي مش حياتي انهارت واتهدت، لا، أنا حسيت إن أنا اتخلقت من جديد وإن المفروض أعيش الحياة دي. ولما فقت لقيت أخويا بيستعر مني وبيخبيني عن الناس، وإنه فاكر إنه بيعمل اللي عليه لما بيدفع شوية الملايين كل آخر شهر. أنت مش أحسن مني يا علي، لا لا، ولا أنا أحسن منك، إحنا الاتنين شبه بعض، بس ده مش باين لان الميزان ما بيننا مش معدول. طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انتقامك ده هيخلص لما توصل لايه يعني؟ لما احطك قدام اخر واصعب واسهل اختيار، لما تختار بارادتك الحره بدون اي ضغط عليك، وان يكون في حد مراقبك حتى لو كنت انا. لا، ما عنديش استعداد اسمع كلام تاني، خلاص كفايه قوي لحد كده. انت جيت مشوار طويل قوي، والمره دي انا ما اقصدش غير اللي انا بقوله لك. الموضوع كله في ايديك وباختيارك يا علي. انت لما رحت المخزن شركائي قالوا لي لازم اخلص عليك، لكن ما تخافش يا علي، انا مش هعمل كده. هم قدامهم لحظات وهيبقوا موجودين هنا، لو لقوك هيخلصوا علينا احنا الاثنين. كل ده عشان شفت البضاعة؟ أكيد. أنت ما تعرفش البضاعة دي وراها مين، ولو عايز تعرف يبقى لازم تسمع وتركز. أنا لما فقت من المرة دي لقيت نفسي موجود في المكان الصح، مستشفى الأمراض النفسية. عندك فكرة الأدوية اللي هناك بتتكون من إيه؟ ولو بعناها لتجار المخدرات هنكسب كام؟ ولو ساعدنا ان احنا نهربها للسوق هنكسب من وراها كام؟ انا كمدمن سابق اعرف موزعين وتجار مخدرات، وما كانش من الصعب عليا ان الاقي حد في المستشفى يشتري بالفلوس. ولما كنت احتاج حاجه من حد وما اعرفش اشتري بالفلوس كان في اساليب تانية. زي الدكتور الهلالي كده. وزينا عليه واحده تبعنا، ولما ركب دماغه
لفقنا له بتهمه. ولما استسلم بعتنا المحامي بتاعنا يخلص بالدليل. ما تعرفش كمان ان اخته الكبيره شريكه معانا في المستشفى؟ وهي اللي دبرت له الموضوع ده. اخته الدنيا ما بقاش ليها امان يا ابن والدي. التجاره بتاعتنا دي فيها شركه كتير قوي، زي الدكتور اسماعيل ومروان شريك الصرفي والصرفي نفسه. بيغسلوا لكم فلوسكم؟ بيغسلوا فلوسهم، انا غلبان. هما بيمولوا بعض الشحنات لملايين يا علي، وعدد كبير من الناس بيشتغل فيها، تجار مخدرات وموزعين وتجار ادويه، ناس كتيره لهم سيطره على بلطجيه ومجرمين وظباط شرطه عشان يخلوا التجاره دي موجوده في السر، او على الاقل يبقى قانوني. ولازم يبقى في محامي يكون بمواصفات خاصه، زي مثلا واحد يكون مسيطر على اكبر مكتب محاماه في البلد. بالظبط. بص يا علي، كل اللي خليتك تعمله في الفتره اللي فاتت دي محدش يقدر يثبت عليك اي حاجه، حتى لو كان حد عارف ما يقدرش يثبت. انت بتهددني ولا بتطمني؟ مش فاهم. لا، انت بس هتشتغل من غير اي ضغط عليك. ركز بقى في الحته اللي جايه ديت. انا حاطط لك في عربيتك بره كل المستندات اللي تخص كل شركائي، وتوديهم في 60 داهيه فيها ثمن البضاعه والموردين والموزعين واذون الاستيراد، وفيها كمان اسامي الناس اللي كانوا بيسهلوا لهم الاعمال سواء كانوا مقتولين او عايشين. ولو حبيت تبقى المحامي بتاعهم هتطرمخ وتكسب ملايين. وبالقانون. ولو ما وافقتش يبقى بتنصر الحق علي، وده اختبار اخير. طيب افرض ان انا اخترت اني ابلغ البوليس، تبقى انت كسبت ايه؟ يبقى انت كسبت نفسك. عموما انت مش محتاج تستنى كتير عشان تعرف اختياري، وده مش من منطلق المسر والمبادئ العليا والضمير، لا. انا جربت امشي في السكه بتاعتكوا دي وما قدرتش. تقدر تقول اني ما لقيتش عندي المؤهلات اللي تخليني اكمل. انا كان عندي استعداد اموت ولاني اكمل خطوه واحده في السكه الوسخه دي. وعلى رايك، ايه فايده ان الواحد يبقى فاكر ان عنده اخلاق ومبادئ وهو في اول اختبار بيستسلم؟ انا مكاني معروف والواحد ما بيموتش مرتين، بس نصيحه مني ليك يا ابراهيم، اهرب، استخبى، اختفي. ابوس رجلك يا ابراهيم، بلاش امك تشوفك وانت مسجون بعد ما تعرف ان انت اللي ورا كل ده. ما تقلقش يا علي، انا مظبط نفسي كويس. المهم، اي اسئله واي اجوبه انت بتدور عليها تلاقيها موجوده في المستندات ديت. اهم حاجه تمشي دلوقتي، ما تفكرش كتير يا علي، الناس جايين على هنا وعايزين يقتلوك. امشي امشي. عايز اقدم بلاغ ضد الدكتور اسماعيل عبد الحي مدير مستشفى الصالحين للامراض النفسيه والعصبيه. بتهمه فيه بالاتجار في عقاقير مخدره وادويه لعلاج الصرع والادمان بطريقه غير مشروعه، وتكوين شبكه من الموزعين والتجار. عايز اضم للاتهام ده مجموعه شركات الصرفي، بتهمهم بالاشتراك في تجاره المخدرات مع مستشفى دكتور اسماعيل، وبتهمهم كمان بغسيل الاموال. انا اعرف مكان المخازن اللي بيخزنوا فيها الادويه المهربه، واعرف كمان معلومات عن تفاصيل الطرق اللي بيستخدموها في تهريب الادويه دي. أنا عايز أقدم بلاغ كمان ضد الأستاذ مروان السلنتي والأستاذ سامح الصرفي، بتهمهم فيه بالتحريض على قتل المحامية شيرين إسماعيل. أنا عندي أدلة دامغة بتثبت علاقتهم بالقناص اللي قام بارتكاب الجريمة. وعندي كمان تسجيلات صوتية للأستاذ مروان السلنتي وهو بيتفق على ارتكاب الجريمة مع القناص نظير تقاضيه مبلغ من المال. وده طبعًا بيثبت براءة موكلي الأستاذ ياسين بدوي من التهمة الموجهة إليه. بس كده؟ لا يا فندم، في الحقيقة لسه. أنا كمان عايز أقدم بلاغ ضد مجموعة من الموظفين والمحامين اللي بيشتغلوا في مختلف قطاعات الدولة العامة والخاصة، وطبعا منهم اللي بيشتغل في مكتب الأستاذ ياسين بدوي.
بتهمهم فيه بتقاضي مبالغ ماليه بشكل ثابت من الاستاذ مروان السلنتي والدكتور اسماعيل عبد الحي نظير قيامهم باعمال غير مشروعه، منها تزوير في اوراق رسميه والتلاعب في الجمارك وتسهيل الاستيلاء على المال العام والخاص، ومنهم من قام بالتآمر على موكلي الاستاذ ياسين بدر. واذكر لسعادتك على سبيل المثال وليس الحصر الاستاذ سامي زيدان ابو العلا، وده محامي بيشتغل في مكتب الاستاذ ياسين، والاستاذه ناديه عبد الحليم ودي مديره مكتب الاستاذ. انا محضر لسعادتك كشف باسماء كل الناس اللي انا بتهمهم والجرائم كلها اللي عملوها. اتفضل. وحضرتك بقى عندك ادله على كل الاتهامات دي؟ ايوه يا فندم. اتفضل.